يا صباح الإشراق، صباح الصحة، صباح السعادة، صباح البركة، صباح كل الأمنيات الحلوة لمشاهدي الستات على النهار، وصباح الفل ومسا الفل لمفيدة. يا صباح الفل عليك يا سهير. على فكرة من الألوان اللي نازلة جديد في الشتاء اللي جاي اللون اللي انت لابساه، حبيت أقول لك يا سلام، يعني الأخضر وبكل أنواعه، الكاكي والأفتح منه بشوية اللي هو بيقولوا الأخضر الزرعي الأكسيدي ده، كل ده من أهم 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 ألوان الصيف الشتاء. أنا بحب أغلب درجات الزيتي والأخضر، درجات معينة فيهم بحبها جدا. في درجات، أصل إحنا بنتخيل إن الأبيض أبيض والأسود أسود، في درجات يعني الزهري فيه كذا درجة، الأصفر فيه كذا درجة، أنت عارفة إيه من الأخضر فيه كذا درجة. أنت عارفة إيه من ضمن الألوان اللي نازلة موضة ويعني مش كل الناس تحب تلبسها؟ البني. انا ما بحبش البني، ناس كتير جدا ما بيحبوش غير الكامل. احنا بنتكلم في البني. انا بقول اقول لك انا بحب البني امتى، ايه او لو في عندي حاجه بني وعجباني جدا فبعمل كذا كذا تشكيله. اوكي يعني يا اجرب الاول معاها الاحمر، يا اجرب معاها الاول الزيتي، يا اجرب معاها الروز، يا اجرب معاها الزهري بجد؟ طبعا، يجرب معاها الاورنج. فدول خمس حاجات يخلوا اللون انا كنت لسه هقول الده مش يعني يبقى دافي، انا يبقى البني ساخن. انا البني ما بعرفش البسه لو اتزنقت عليه ابيض، لا يعني يوم ما اتزنق على ان انا قلب لانه هو موضه واكيد هنشتري جاكيت بني هيبقى تحتيه تيشيرت بيضه وبنطلون ابيض وسنيكرز. انا ناسيه الاحمر، مش بس الاورنج، الاحمر مع البني لا انا بقول لك الالوان اللي عليها السبوت لايت. يعني السنه دي الشتاء كنا زمان بناخد رمادي، كنا بناخد رمادي، اورنج. الرمادي لا ده ما احبه، الاورنج جميل بس الرمادي ده برضو لازم احط معاه موف احمر. هقول لك على حاجه، هم ثلاث الوان فوشيا روز مختلفين عن الباليتا، اللي هو الكاكي بقى بكل درجاته نازل نازل نازل، مش في الجاكيتات وبدل وفساتين والووتر بروف، عارفه عارفه الطوبي، الطوبي في الطوبي درجات الداخل حلوه مش قوي. اللي مش مدي على احمر، اللي نازل على حلوة. موف الطوبي حلو قوي، درجته اللي احنا بنسميه بدنجاني شويه. ايوه ده انا بحبه جدا جدا، بس هو هو بتنجاني ولا هو نبيتي؟ ايوه ان بتوين. دول من اهم التلات. طيب ما دي الوان حلوه، مش هتلاقيها على كل الناس، مش من ضمن الالوان. بالعكس. لا انا مش مقتنع بقصه ان انا في الوان ما تلاقيش على حد علشان اسمر ولا ابيض ولا كل الناس. لا هو المهم انت لا الكاكي مش كل الناس بتليق عليه الالوان. لا انا الكاكي برضو، الكاكي ده لازم يتكسر، والزيتي الاوليف ده، الاوليف ده يا يسمر يا يبرز اللون. لكن مثلا حد ابيض ابيضاني قوي يلبس اوليف مش هيبقى لايق عليه. ما انا بقول لك هيعمل كلاش بين اللونين، لازم يبقى في حاجه بتدخل مع اللون فتظبط، تعمل انسجام مع الاثنين مع بعض. يعني بس ما زال الجينز مسيطر في اغلب الموضوع. طبعا انا عمري في حياتي ما شفتك لابسه جينز. طب حتى فستان جينز عندي. لا طب ليه ما تلبسيش فستان جينز؟ هلبس لك فستان جينز يوم السبت. لا انا مش هلبس لك انا كمان فستان جينز. هنتفق على يوم ونلبس جينز، انت تلبسي فستان وانا البس فستان وانت تلبسي. لا انا البس لك فستان برضو، بس انا هلبس فستاني بسنيكرز، انا مستحيل البس كعب عالي زي ما انت بتعملي. الا سهير انت بتنقي الجزم بتاعتك من اماكن مختلفه صح؟ لكن انت تعشقي الالوان في الجزم ده اكيد. لا والله انا بحب الالوان. يعني انا متخيله الدريسنج روم بتاعك عباره عن جزم الوان. انا احب جدا ما فيش لون مش عندك وادور عليه. طبعا وادور عليه ولو لون يعجبني وشفت فيه كذا موديل ممكن. انت عارفه بتفكرني بنفس فكره الحلقان. يعني ما فيش موديل حلقان مش موجود عندي. انا عاشقه للحلقان فانا متخيله. المهم تعالي نقول الخبر اللي عندنا ده اللي انا بؤيده. الانسجام. نرجع لفكره الانسجام. ليه احنا ما بننسجمش او في ناس ما بتنسجمش، بتحب او ما بتحبش، غالبا ما بتحبش تسمع صوتها في الرسائل اللي احنا بنبعتها لبعض على الموبايل. انا اكتشفت ان انا ما كنتش عندي، انا ما كنتش مركزه. بس لما الخبر اكتشفت ان فعلا في ناس كتير بتكره تسمع صوت الفويس نوت بتاعها، وفي ناس بيبعت بترجع تسمع تسجل الفويس نوت وبعدين تسمعها وبعدين تبعتها.
لصاحبه الشيء يعني ما ما الفويس نوت بالنسبه لهم مش حاجه عاديه انت بتتكلمي في العربيه لا 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 ده مقدس مجهود. انا مع حقيقه الامر ما اعرفش ليه، هل لان مثلا بيحسوا انه مش هم دول بيتكلموا، هل هم ما تعودوش يسمعوا صوتهم بالطريقه المتسجله زي ما انا ما عنديش السبب، بس اللي انا اعرفه هو ده دراسه بتسمي ده ان ده مواجهه الصوت، والدراسه دي قامت بها مستشفى تعليمي في هارفارد، لكن وطلبت من المشاركين اللي فيها الاستماع لاصواتهم، ودي كانت المفاجاه ان في عدد كبير جدا تقريبا 58% ما بيحبوش يسمعوا في الرسائل الصوتيه. انا بقى ما بحبش الرسائل الصوتيه، أنا بس اوقات وانت سايقه مش لا لا انا مثلا ممكن اكون عملت رساله صوتيه في حياتي ما تعديش الخمس مرات، انا او يمكن عشان انا بنتمي للكتابه فانا بحب اكتب، وما بحبش حد يبعت لي رساله صوتيه، ما بحبش يعني رساله صوتيه هبقى متضايقه جدا، رغم ان ممكن الناس تشوف ان انت سامعه حس الحد، ويعني بحس ان الناس بتستسهل يعني اللي هو كده وانا في العربيه ايوه ما هو ده ما ايوه ما دي ظريفه. انا ما بحبش انا عمري ما فكرت ان في ناس متضايقين ان هم من صوتهم، لان في حقيقه الامر انا دايما طول الوقت اي حد هيبعت لي فويس نوت يعرف ان انا عاملاها 0.5 يعني بلس يعني انا يعني مش بسمع الصوت، انا بسمع المسج على طول، فانا مش اي حد بيبعت مسج مش بسمعه بصوته، ده انا بسمعه وهو متجري شويه عشان اعرف اوصل للموضوع مع ما يعني انا مش عايزاك تبقى قلقان وانت بتبعت لي فويس نوت اي حد انا مش بركز اصلا في الصوت لان انت بتبقى على سرعه اوريدي ما عندهاش وقت فبتسرع فمش سامع صوتك الحقيقي اصلا انا بشوفه انت عايز ايه يعني الفكره اي حد عايز يبعت لي اي حاجه يبقى عارف ان انا مش بقى بسمع الو ازيك يا جميل، اصل دي كتير يعني لما حد عايز يبعت فويس نوت ارجوكوا بلاش الو ازيك يا جميله وحشتيني اخبار بقول لك ما شفتيش اصل اخش في الموضوع الو ازيك عامل ايه كذا 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 لان هو دي مسج مش مكالمه تليفون. انا يا اسمع الصوت كده يعني اخر حاجه ممكن الكتابه، انا بحب الكتابه لكن مش ده اختياري الاول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع، انا اختياري الاول ان انا اسمع الصوت ان انت تكلمي حد مش تكتبي له حد. والله يا لكن زويري. فكره الانزعاج اللي طول ما احنا عايشين هنشوف ان بتقول ان الصوت يؤدي الى ان انت ممكن اللي ما بيبقوش راضيين وهم بيسمعوا صوتهم ان هو مش راضي عن شخصيته دي، اللي هو يعني يبقى يحصل مواجهه كده بينه وبين ملامح شخصيته، مش فكرة ملامح الصوت جزء منها طبعا، نبرة الصوت طريقة الكلام الأداء. أنا أختي بحب صوتي في كل حالاتي والله العظيم، وخاصة وفي الراديو وخاصة بالذات. وخاصة لما تغني أنا مشكلتي بس أنت عارفة أنا لو أنا أحفظ الأغاني أحفظها أيوة. هبقى مغنية جامدة جدا، مشكلتي بقى أحفظها إن لك. أنا ما بعرفش أحفظ. خلاص هحفظها لك ونخلي مفيدة مغنية مهمة جدا وتطلع على مسرح الأوبرا، في حفلة حلوة بكرة في الأوبرا يوم الخميس لفريد الأطرش ووردة الجزائرية، فيها إيمان عبد الغني من الأصوات اللي أنا بحبها جدا، فيها أصوات حلوة جدا مش فاكرة بس بقية الأسماء، لكن دي بتبقى أنا أعرف أنت فين بقى بكرة يوم الخميس، يوم الخميس على طول احنا عرفنا في, 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 في الأوبرا. يومكم زي الفل وحلقتنا دايما بتبقى يوم الأربع حلوة وأحلى بوجودكم، نطلع فاصل ونبتدي حلقة. التالي الفنان ميدو عادل في ضيافة الستات. We'll be right back.
في سعاده كده وطاقه حلوه لما يكون الضيف اللي موجود معاك انت منحاز له لكذا سبب. اول سبب ان هو عنده موهبه ودي منحة من عند ربنا. ربنا بيختار ناس عندهم أو عددهم قليل جدا وعندهم حاجة كبيرة جدا عشان يميزهم بيها، وعن ومن غيرهم الفن بيكون عامل زي الطبخة اللي من غير ملح، المذاق بتاعها مش حلو، وبالتالي الموهوبين ملح الفن والموهوبون أنواع، في اللي ما بيقدرش موهبته وبيهملها وفي اللي بيستقبل لكن مش مدرك قوي الموهبة، وفي اللي بيدرك الموهبة اللي عنده وبيشتغل عليها وبينجح حتى لو خطوة خطوة، لكن كل خطوة بتعمل رصيد، والأهم إن الطريق بيبقى واضح قدامه، والأهم إن الاجتهاد ما بيروحش خالص من حياته، والأهم إن هو إن يكون مؤثر، هو ده بيكون أهم أهدافه. إحنا منورنا النهاردة فنان شامل، مش بس ممثل شاطر، موهوب جدا في حاجات كتيرة جدا، بيعرف يغني، بيقدر يقدم استعراض، وقبل كل ده إنسان مثقف وفاهم ومدرك، وكمان في نقطة انحياز تانية إضافية لكل الحاجات دي بالنسبة لي لميدو عادل، إن إحنا جيران في المهندسين وبننتمي لي وأوفياء للمهندسين. منورنا يا ميدو. والله يا أستاذة مش عارف أقول لك إيه على كل الكلام الكبير دوت، يعني يا رب يبقى الواحد ربعه أصلاً. أهلا وسهلا بيك يا ميدو. مبسوط إن أنا معاكم قبل أي حاجة. أولاً برضه زي سؤال كده، اسم ميدو ده اسم غالي عندي برضه، أخويا برضه نفس الفكرة، بس خليني اقول لك ميدو عادل الاسم سينمائي ولا هو ده الحقيقي؟ يعني هو محمد عادل، بس محمد بقى ميدو. من بيت من شبره من الشارع ميدو، اسم الشهره بيني وبين صحابي ارتبط بيا بعد شويه، بداوا صحابي في الوسط واحده واحده بقى عارفين وبقوا يقولوا لي بيه، بدا ينتشر بزياده يعني، فبقى معروف اكتر. يمكن انت عارفه مصر كلها محمدات بالظبط، فميدو بقى مشهور اكتر. بحبه برضو عشان هو اسمي مرتبط بمنطقتي، مرتبط بالشارع اللي انا اتربيت فيه، باهلي، فاسمي غالي عليا ومحمد غالي عليا. بس ميدو عادل يعني ظريف. طب يا استاذ ميدو، يا استاذ ميدو عادل هنا بيعمل مشكله، لما تحس ان استاذ مع ميدو بتحس لا مش بالظبط. وفي نقطه تانية، سيد درويش مع استاذ ميدو عادل، يعني انت النهارده عامل مسرحيه من اهم المسرحيات اللي بتتعرض، الحمد لله، والمسرحيه محققه نجاح و و و وصيت، وهي لسه بقى لها قد ايه؟ بقى لنا كتير، احنا بقى لنا 3 سنين. بقى لك 3 سنين. طب ليه، ايه اللي حصل السنه دي؟ الاعاده، احنا في مئويه سيد درويش. اوكي. احنا السنه دي في شهر 9 اللي احنا فيه دلوقتي 100 عام على وفاه خالد الذكر العظيم سيد درويش. اوكي. فده حدث مش هنعيشه احنا كتير. ليه محطوط سبوت لايت على المسرحيه بجامد قوي السنه دي؟ الحمد لله، يمكن توفيق ربنا سبحانه وتعالى قبل شيء، مجهود الناس اللي اشتغلت، في اداره جيده، استاذ خالد جلال رئيس قطاع الانتاج مهتم شويه بالعرض، مع مئويه سيد درويش، مع الوزيره وزاره الثقافه دكتوره نيفين، في شويه اهتمام بشكل ما للعرض عشان المئويه، وان الحمد لله العرض بقى له 3 سنين اشتغل اكتر من مره ويقف ويتعاد، واقف ويتعاد لظروفه، واحنا مفتقدين اللون. والحمد لله اكتر حاجه بسطاني انا ان لما بشوف جمهور اطفال من 8 سنين لغايه 16 سنه منبهرين بسيد درويش، منبهرين بالاغاني. ما خفتش لما اتعرض عليك العمل من 3 سنين انك تقدم شخصيه؟ لا، لاني كنت بحضره قبلها مسلسل. ولا بجد انت شايف نفسك احكينا سيد درويش؟ انا متيم بسيد درويش. ايه الشبه اللي بينك وبينه؟ كل حاجه، حب الفن لدرجه الجنون. سيد درويش حاله فنيه عمرها لن تتكرر، ولكن طبعا مصر ولاده، ولكن من 131 سنه اتولد واحد اسمه سيد درويش عايش لغايه دلوقتي. صح. ده في حد ذاته شيء مش هيحصل كتير غير في مصر. سيد درويش بيحب الفن بجنون، شاب صغير، اقرب، مش عايز اقول عليه عيل عشان انت عارفه المتصيدين، ولكن مات عنده 31 سنه، صغير، شاب صغير. سايب هذا التاثير. فدي عبقريه، هنا ينفع نطلق عبقريه بكل المقاييس. وطني حتى النخاع، بيحب الحياه، عنده اشياء كتير جدا الناس تتفق او تختلف عليها. زي ايه؟ ان هو كان كتير جدا، شويه نقعد نقول ان هو كان بيحب الحياه زياده عن اللزوم، يتجوز كتير، ينفصل، بيتجوز وعنده 16 سنه سيد درويش. بيحب الستات. بيحب الستات جدا، دي حاجه كويسه بالنسبه لكم. بيحب كل حاجه، بيحب مزاجه، بيحب الفن بجنون. يعني كل اللي اتكتب عنه بيقول لك ان هو كان بيسابق نفسه والزمن. سيد درويش في اخر 6 سنين في حياته انتج كل هذا الكم من الاغاني.
ومات بسرعه، وكان وطني لطريق لطريقه مش عاديه. طب انت عشان بتحب سيد درويش وصوتك حلو، فده اللي شجعك اكتر انك تخش في المشروع ده؟ لا هقول لحضرتك، من قبلها انا من بدري يعني قبل ما اخش المسرحيه كان في مشروع مسلسل شغالين عليه، اوكي، 12 حلقه قلنا هنعمله عن سيد درويش، وكنت متيم جدا بالمشروع وماشي وراه. اتعطل شويه انتاجيا، اما جات لي المسرحيه حسيت ان هي ايه، ربنا بيرضيك، عدل لي البوصله، ربنا بيرضيك. وقلت بالنسبه لي هي بروفا ان انا اشوف سيد درويش واقرا عنه واذاكر عنه واجرب، وده اللي حصل. وبالنسبه لي كانت بروفا في حياتي ناجحه جدا ان انا دخلت في عالم سيد درويش بكل، لان هو بحر واسع. احنا لغايه دلوقتي عندنا مش عارفين هو ميت ازاي، هو ميت مقتول ولا ميت فعلا اوفر دوس ولا ميت سكته قلبيه، بيتقال كلام كتير جدا من المؤرخين، ولكن اقرب التوضيحات انه مات من الانجليز. مات من الانجليز؟ طبعا. هو سيد درويش كان عايش حياته كلها بس عشان يحاربهم. سيد درويش كان بيمشي اي حد عجبته الجزمه يعمل اغنيه عن الجزمه، عجبته الكوبايه يعمل اغنيه عن الكوبايه، بيحب العمال والصناعي. مصري مصر، حتى النخاع شعبي. أنا شعبي حقيقي بالمصطلح الشعبي مش المصطلح الدارج. لا نقوله. انت بتشوف نفسك كنت بتتكلم على سيد درويش، لا انا متيم، انت متيم. أنا قبلها كانوا بيكلموا معايا علشان مشروع الاستاذ محمد فوزي، فحل انا بحب المسرح وبحب الحركه، ولكن اخاف من ايه؟ ان انت مش شبه محمد فوزي. عايش في وجداننا، شايفينه، عينينا ووجداننا شبعانين بيه. سيد درويش لا، ما شفناهوش. ده واحد. وانا في ثلاث مشاريع من بدري بقعد اقول نفسي فيهم. أيوه؟ عاطف الطيب، الله، سيد درويش، منير مراد. منير مراد دول الثلاثه اللي انا متيم بيهم بزياده. ويمكن منير مراد اللي كبره عندي استاذ خيري بشاره، واحنا بنعمل اطفال قعد قال لي انت جدا. فدول متيم بيهم لاني برضو ما حدش فينا شاف عاطف الطيب في حياته، وانا متيم بعاطف الطيب بجنون. يعني اللي بيخش اوضتي في مكتبي بيلاقي صورهم كتير بيتخض. انت ايه علاقتك بيه؟ لا بس انت فيك شبه من عاطف الطيب. مش بس الملامح، الطريقه والدماغ، الشبه النفسي. يعني سيد درويش ومنير مراد وكتير واكم. طب منير مراد برضو صعب كشخصيه انك انت ممكن تلعبها. هو ظهر في وجداننا، ولكن في وجداننا احنا كمصريين بسكتشين ثلاثه، ولكن منير مراد حياته مليئه. ايوه، ايه اللي لفت نظرك فيها؟ ملحن عبقري. احنا طبعا مليك حمدي، احنا انت صعب يا مفيدة ترجعي ورا في الزمن، صعب وراهن ده دول. تلاقي مطرب او ملحن نختلف عليه، صح؟ ممكن نختلف على بعض الممثلين، على بعض المخرجين، على بعض الكتاب، وده نادرا. صعب تلاقي مطرب قديم مش حلو او ملحن، لكن منير مراد عبقري. منير مراد استعراضي وبيغني وبيلحن. لا هو انت مختار عبقرة، كل واحد عبقري في مجاله، وحتى محمد فوزي طبعاً يعني دول قمة العبقرية. وجدانه عايش فينا، أنا عشان برضو من عشاء ومجانين محمد فوزي. بس خلينا أسألك على حاجة في عاطف الطيب تحديداً، عشان أنا كنت من العاشقين لعاطف الطيب. وعلى المستوى الإنساني كان شخص أكتر من بديع يعني. طبعاً. لكن أنا كممثل هيبقى عايز أعمل شخصية نجم، شخصية مطرب. إيه اللي في عاطف الطيب استهواك كمخرج او في تفاصيل حياته واستهواك ان انت هو ايه اللي مش عاطف طيب مستقل؟ اللي يقرا عن عاطف طيب، انا كل الكتب اللي اتعملت عن عاطف طيب انا قاريها وعارفها كويس، وقعدت مع الاساتذه الكبار كتير، استاذ خيري واستاذ سعيد الشيمي، وقعدت مع ناس كتير بقى. ايه اللي في حياه عاطف طيب ما يشدنيش؟ عاطف طيب المخرج الوحيد او الجيل بتاع الثمانينات بتاع الواقعيه السحريه، خان الله يرحمه وخيري بشاره، ما حفظ الالقاب للجميع طبعا، استاذ داوود واستاذ عاطف وحتى استاذ رافت المهي. لا عاطف طيب كان مميز. عاطف طيب تعرفيه من الكادر بتاعي. انا كنت انا عيل صغير بقعد، انا حبيت، انا طول عمري بتاع مسرح، حتى ما جيت قدام فنان مسرح اقول لهم انا مش عايز امثل، انا عايز امثل على المسرح بس. عاطف طيب هو اللي حببني. اي كادر بيعدي بشوفه بعرف ان ده عاطف طيب لوحدي. بتشوفه ازاي؟ بتشوف فيه ايه؟ عاطف طيب حي قوي قوي. إيه؟ عاطف طيب كان بيحب الحاله. أيوة أيوة اكتر من التكنيك. ايوه، احنا ايه الدراما اللي في حياته؟ انا عارفه بس كتير. انت بالنسبه لك كتير. ايه الدراما اللي في حياته؟ اللي هيقرا المقدمه اللي عملها استاذ صلاح ابو سيف عنه وبيتكلم عنه وهو طالب صغير، قال لك دخلت لقيت طالب قاعد في القاعه مش باصص على المحاضره، وقاعد قدام صلاح ابو سيف وبص من الشباك طول الوقت. قال لك الاول ما توقعتش منه حاجه او مش مركز معايا، هو طول الوقت كان قاعد بيراقب، كان مصدق اللي بيعمله. لما في كتب المسرح او كتب الفن عموما المخرج لازم يبقى مصدق ومؤمن بيعمله. عاطف طيب ما فيش موضوع ناقشه في ال21 فيلم بتاعه ما كانش هو دايب فيه. لما تسمعي لبلبه مع حافظ الالقاب طبعا نجمتنا كبيره بتتكلم عنه، هو كان متيم بشغله. لما تقري عن سعيد الشيمي بيقول لك ان هو كان عنده ازمته الصحيه بينام قبل ما يظبطوا الشطه عشان يقوم يشتغل، كان مصدق. كل الممثلين اللي اشتغلوا مع عاطف طيب مختلفين. استاذ احمد زكي الخمس افلام بتوعه مختلفين مع عاطف طيب. نور الشريف، نور الشريف لما اشتغل معاه مختلف. اعظم عظماء مصر، التسع افلام اللي عملهم معاه مختلف كتير. مدام نبيل عبيد، كل الناس، حتى اللي بيبقى هو اللي عمل حسني. ايه العمل السينمائي اللي كنت تحب انك تكون موجود فيه يا ميدو؟ كتير. اي فيلم عاطف طيب بس اولهم البريء. ايه احمد سبع ليرة رضوان الفولي طبعا. البريء. مين المخرج اللي يتحمس لبطل زي ده؟
احنا قعدنا نقعد نحلل شخصيه احمد سبع الليل دي، هنقعد نتكلم فيها طول حياتنا. ما تعرفيش هو ساذج ولا عبيط ولا غبي ولا طيب. هتقعدي تحتاري. دي فلسفه عطف طيب قبل عظمه ممثلينا وقبل عظمه كتابنا. دي اختيارات عطف طيب من اول سواق الاتوبيس لغايه جبر الخواطر. انذار هو بالطاعة. طيب مين المخرج اللي يخش يتناقش موضوع ساعتها في وقته فج علاقه حب ما بين اتنين، الراجل بيحرف على قضيه انذار بالطاعه ولالي بيني. ليلى 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 حتى ليلى علوي ومحمود حميده. شوفي يا عم سيد عزمي العظيم اللي هو طول عمره كان بيعمل بقلز، لما يروح يعمل ابو ليلى علوي والمشهد الشهير ما بينه مع الكورنيش، دي عين عطف طيب. شوفي ابو بكر عزت في ضد الحكومه، دي عين عطف طيب. طب انت بتعرف بالثقافه دي كلها والحب والعشق للسينما تتعامل في هذا العالم المختلف اللي انت فيه؟ لا ما بعرفش اعمل خالص. لا للاسف. عشان كده انت كتبت قلت لا السوشيال ميديا ولا التيك توك ولا الانستجرام ده هو الفن الحقيقي. عندي السوشيال ميديا للاسف عشان بقى عندي اكونتات فيك باسمي، بس عندي بس بعمل اللي بحبه يعني. ما فيش حاجه بتجبرني، ما فيش حد بيجبرني. انا بابايا ومامتي مش بيجبروني، فالسوشيال ميديا تجبرني. شخصيه متميزه. ايوه بس في نفس الوقت هي حاجه بتدير الحياه. مين اللي بتدير شهرتك؟ مين اللي قال؟ بتدير اعمالك. مش دايما، مش دايما. عادل امام العالم اللي احنا فيه سوشيال ميديا. بمناسبه عادل امام، طب انا بس يرد على سؤالي. هقول لك على وجهه نظري. انا شايف، انا اسف في اللفظ يعني، بس قلت قبل كده بس الناس زعلت مني، زفه كدابه. انا من فتره قلت في برنامج بتكلم عن حاجه، عن مراتي وعن الجواز. السوشيال ميديا شبه، بقت شبه الصحافه الصفراء اللي كنا بنتكلم عنها في التسعينات. اي حد بيقول اي حاجه، فتحت باب اي حد دلوقتي بسبب السوشيال ميديا. ينفع يمثل، ينفع يبقى مذيع، ينفع يخرج، ينفع يبقى ناقد، ينفع يبقى محلل. صح. من غير شويه وعي. استاذ الابنودي الله يرحمه، من اعظم اللي جابتهم مصر، جه ازاي؟ عشان كان بيكتب شعر وبعته مش عارف في جورنان ايه، فيتشاف في عمود اسبوعي. في سعي، في اجتهاد. السوشيال ميديا بقت متفهه الحاجات، قيمه الحاجات بتضيع. وفي نفس الوقت في حاجات تانية في السوشيال ميديا كويسه، ما اقدرش انكرها. بس السيء منها اكتر شويه. انا بقى مش عارف اجيب المصفه دي واقعد اعملها عشان انقي، ما عنديش الوقت. شايف ان السوشيال ميديا قبل ما اسالك على عادل امام ظلمت الموهوبين؟ لا، ربنا ما بيظلمش حد، بس هي عملت حاجه تانية، خلت التراب بزياده. لا يعني هي اظهرت يعني الاشياء عديمه القيمه. بالظبط. كتير كدابه. زفه كدابه. زفه كدابه. طيب بما ان عادل امام ضد السوشيال ميديا او ملوش في السوشيال ميديا، وميدو ملوش في السوشيال ميديا، لما في مهرجان المسرح عملت شخصيه سرحان عبد البصير، الناس كلها قالت لك ليه ما تعملش عادل امام؟ قلت لهم صعب اعمل عادل امام. مفيش حد ينفع في اسماء، حتى كنا بنقعد نقول كده ما ينفعش نقول عند عادل امام استاذ. طب ما انت عامل سيد درويش. ماشي بقى سيد درويش، عشان ما شفناهوش زي ما انا متيم بسيد درويش زياده عن اللزوم. استاذ عادل امام كاركتره واضح وجدانه واضح، جدانه في قلبنا. ايه الصعوبه؟ لا عشان كاركتر مختلف. عادل امام حياه وكاركتر، واحنا عايشين تفاصيله لحظه بلحظه. سيد درويش محدش فينا يعرفه غير اللي مهتم بيه. فانت بتلعب في زاويه ممكن. ده اولا. ثانيا مش عاوز اقلد سيد درويش، لكن عادل امام لو انا مثلته من غير ما اقلده هبقى بالنسبه لي غريب. انا حتى لما قالوا لي تعالى اعمل الافتتاح خفت، قلت لهم لا، بس انا اي حاجه لها علاقه بالمسرح وانا ابن مسرح الدوله بتضعف قدام بحب. لا طبعا، وانا اقدر اساهم. استاذ محمد رياض عامل مهرجان مهم، فاي حد من اصدقائي او اخواتي الكبار يطلبني في حاجه واقدر اعملها مش هتاخر. خفت بس اتفقنا ان احنا جابوا لي صيغه عجبتني، يعني انه احنا عندنا شخصيات مسرحيه مهمه بقى من ضمنها سرحان عبد البصير. في وجداننا المسرحي في شخصيه مهمه عملها عادل امام مع حفظ الالقاب بقت عايشه في تاريخ المسرح المصري. فانا جيت اعمل سرحان عبد البصير باي شكل، مش عادل امام بالظبط. طب انت حلو الذكاء برضه. اشتغلت استاذ ورئيس طبعا. قسم، يعني احكي لنا بقى يعني لقائك بعادل امام، وايه اللي ما تنساهاش في العمل ده. في يوم واحنا قاعدين قعدنا نتكلم انا وسعاده لسبع ساعات متواصله، فلدرجه ان هو مصمم ياخدني اروح معاه البيت. جميل جدا، جميل. حكاء واستاذ مدرسه. ما دي بقت مشكلتنا. من فتره كنت بتكلم انه احنا جيل بلا ائمه، مفيش كبار. هم لما طلعوا كان في فريد شوقي، كان في المليجي، كان في اساتذه ينفع تسند عليهم. انا كنت طول عمري متيم بمحمود الجندي زياده عن اللزوم، واكتر حد حبيته في الوسط الفني بجنون الله يرحمه ويحسن اليه. حاله نادره. احكي لي ايه اللي حببك فيه؟ محمود الجندي لغايه قبل ما يتوفى كان بينزل في بلده في البحيره في قريه ابو المطاميط بيعلم ولاد في الشوارع تمثيل ومسرح. دي ابسط حاجه اتقال لك عن محمود الجندي. بقى له سنين بيعمل كده. محمود الجندي حارب،
73. ده حقيقي. محمود الجندي بيعشق المسرح متيم، محمود الجندي حاول ينتج، محمود الجندي مش فارق معايا يبقى رقم واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، بس بيحب الفن، بيغني وبيرقص، حالة نادرة ما خدتش حقها. وبيألف ومثقف. محمود الجندي واحنا بنعمل بعد البداية قاعدين بنصور مشهد فعمال بيعدل، هو كان بيكتب شعر وأنا بعشق الشعر، فنقعد أنا وهو نقعد نغني ونقول شعر مع بعض، فلقيته قاعد بيعدل المشهد، فبقول له ده أنهي مشهد يا أستاذ؟ يعني قال لي ده مش بتاعي، ده بتاع فاروق الفيشاوي. قرا مشهد ما عجبوش فقعد بيعدل لفاروق الفيشاوي مشهد وبيديهوله. ده محمود الجندي في ملخص حاجات كتير قوي مهما اتقال، وبني ادم مفيش كده، وبمراحله اللي هو مر بيها كانسان خليته مختلف. فانا بتناقش انا هو فعليا المسرح حاجه تانية، والاساتذه الكبار، فهو بيقول لي هو لما جه ينتج لا استاذ محمد رضا جه يقف جنبه صمم يشتغل في الفيلم ببلاش. ففي كبار تعالي دلوقتي نحسبها، الكبار بتصرفاتهم وبأخلاقهم وبقيمهم وبموهبتهم. كلكم جيل، حضراتكم اساتذه في مجالكم وعارفين قد ايه كان مسبيرو ذو قيمه. انا كنت وانا عيل صغير في شبرا بحلم اعدي من جنب مسبيرو، حلم ان انت مسبيرو ده فتحزن، بس اللي اتربى في مسبيرو واللي اتربى على خشبه المسرح عنده وعي. طبعا دلوقتي انا اسف يمكن الناس بتضايق من الكلام ده وبعد شويه بتهاجم، ولكن اي حد الفن اللي هو اعظم حاجه ربنا خلقها في الدنيا بقت مهنه من لا مهنه له، الفن بشكل عام اللي بيصور اللي بيذيع اللي بيقدم اللي بيعمل اي حد عدد. الشهره بقت في متناول الجميع مش اللي بيشتغل عليه، ده حتى لو كانت شهره. والكبار فلبية. الجيل اللي احنا فيه والجيل اللي قبلي بشويه صغيرين، الكبار ما بقوش موجودين في كل المجالات. طب خلينا نتكلم عن اسطوره اخرى. طب انا بعتبرها اسطوره واعتقد ان هي بالنسبه لك اسطوره برضو، رياض الخولي. عم رياض دوت برضو يعني ينفع اقول لك ان بعد عم محمود الجندي الله يرحمه الوحيد اللي قعدت جنبه كده وانا عامل زي العيال الصغير عارف عايز امسك في جلابيته مش عايز يقوم. اتقابلنا في مسلسل في لبنان، زاهد رياض الخولي مع حفظ الالقاب طبعا، شخص زاهد للفن بيحب الفن. انا كذا مره لما يطلبوا مني اروح اكرم في مهرجانات بتكسف، انا عندي ازمه كده ولا بعرف احضر مهرجانات ولا ليا. فكنا في مهرجان شرم الشيخ الحاجه الوحيده اللي كنت مبسوط ان انا بكرم جنب سوسن بدر ورياض الخولي واسم ماهر سليم الله يرحمه وحسن العدل، فقلت لهم انا ابقى سعيد وفخور ان انا في وسط دولت. رياض الخولي زاهد للفن، متيم بالشغلانه، حامد ربه، محافظ على موهبته راضي. محافظ على شخصيته، ودي اصعب حاجه في مجالنا حقيقي. طب وسوسن بدر فتت احلامك؟ طبعا فتت احلام الكل، وانا بس فتت سوسن بدر. لا يعني سوسن بدر ست غول مش طبيعيه، هي ست مش طبيعيه. يعني لو كانت كده حد جامد قوي ما كنتش سبتها، كنت هتجوزها غصب عنها للدرجه دي. طبعا سوسن بدر سوسن فتت ايه ايه الحاجه انسانة. ايوه انسانه جدا. انت اشتغلت معاها طبعا، اشتغلت معاها في الطريق طريقي والاب الروحي وام العروسه وام العروسه وكلهم بتاع امي. هي حاله غريبه، هي حاله محافظه على موهبتها جدا ما شاء الله، نجمه كبيره جدا، بتحترم الكبير قبل الصغير. انا اتعلمت حاجات كتير من سوسن بدر على المستوى المهني. طب انا ميدو عايز اسالك، انت يمكن كفنان في اول طريقك طلعت مع فنانات برضو كانوا هم في اول طريقهم، ياسمين صبري، شيرين كانت اول مره تمثل كانت انت في المسلسل. بس كانت نجمه طبعا كبيره شيرين، كلهم بحفظ ارقام كلهم نجوم طبعا. فاهم بس يعني انا بتكلم ان انتوا كنتوا اول مره او هم اول مره يتعاملوا وانت كنت سابقهم بشويه، التجارب دي وفي ناس كملوا وفي ناس ما كملوش تقراها ازاي؟ ولا اي حاجه ولا فرق معايا، انا مش بحارب عشان ابقى اعظم مذيع في العالم ولا اعظم ممثل ولا اعظم مخرج. دي حرب خسرانه، مفيش في الفن كده، الفن مش دوري ولا كاس ولا افعى تقدير يعني ولا شهره. اقول لك على حاجه، انا طول الوقت بحتار، انا عندي برضو في مكتبي ادي صوره احمد زكي وصوره نور الشريف، ما اقدرش اقول لك مين فيهم الاول بالنسبه لي، ما اقدرش. بس الاسمين كبار في حفر واساميهم كبيره جدا. انا بقى ما هي انتوا مش الجيل اللي واخد الفرص دي، خلاص ده نصيب الجيل، كل واحد بيحاول يمشي بره السرب عشان يحقق نفسه بطريقته. صعب قوي. ما عشان كده بقول لك ان الفتره دي ربنا يكون في عوني، مع ان احنا كنا متخيلين ان احنا الجيل اللي جه جيل الديجيتال اللي هو بقى الكاميرات بقت اسهل وكل حاجه اسهل وعندك الفيسبوك والسوشيال ميديا يعملوا اكتشفت ان مع الزمن ده مضر اكتر. يعني احنا بنتكلم في ان احنا بقالنا مثلا كشعب بقالنا 6-7 سنين ملتصقين جدا بالسوشيال ميديا، انا شايف ان ده مضر للفن قبل اي شيء. ليه؟ مضر للفن، كل حاجه بقت بتقل بتقل بتقل. مين دلوقتي بيقدر يتفرج على فيديو
10 دقايق، مش هقول لك حفله لام كلثوم، مش هقول لك على فيلم قديم. مين انت بقيت عايز التيك اواي زياده عن اللزوم؟ أيوه. ده بقى مضر في الغنى في كل حاجه وفي الحياه طبعا. في معركه جزء منها مفتعل وجزء منها عليه جدل بين الفنانين والنقاد او بين الفنانين والجمهور. يعني اللي حصل مع استاذ طارق الشناوي واستاذ مصطفى قمر، اللي حصل مع محمد فراج والجمهور او الجمهور او السوشيال ميديا وسيء فهم اللي قاله فراج، انت بتقرا المشاهد دي ازاي؟ عبس. ايه حدود عبس. النقد؟ النقد ملوش حدود. اذا انت كفنان تتقبل اي نوع من النقد؟ بالادب. بالادب. هتغلط فيا هشيب عباقه الفنان وهوريك عباقه البني ادم. انا بني ادم مش ملاك. بس ال 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 الخناقات دي ما ابتدتش بقله ادب، ابتدت دايما. انا بتكلم على حدود النقد. لان في احيانا في زمن السوشيال ميديا لو دخلت على اليوتيوب هتلاقي اكم من شباب عاملين فيديوهات وكل واحد كاتب على نفسه ناقد فني ويقعد يحلل فبينقد مفيده. فيقعد يغلط. طب ليه يا حبيبي؟ يا بابا ليه؟ انا بحب فريق دلتا شاكتر من عبد الحليم. انا حر، ما قلل ده ما يقللش من عبد الحليم مثلا. الولاد دلوقتي بقت اللي بيعمل ده بيشتم ويغلط ويقول ايه القرف ده وايه. انت مين؟ انت مين عشان تقيم مجهود بني ادمين تعبوا فيه ايا كان نتفق او نختلف عليه، حتى لو فيلم تجاري او حتى الذوق. ما هو انا الذوق ذوقي الشخصي حاجه وتقييمي العادل للنجاح حاجه ثانيه او الشهره حاجه ثانيه. زائد ان السوشيال ميديا مع انا في بقى في اعلان ثاني موازي اسمه اعلام السوشيال ميديا بقى بالنسبه لي. هو ممكن يبقى اعلام تلفزيوني بس هو شبه السوشيال ميديا، شغاله على الحاجات الحراقه. برامج انا بستغرب يعني ايه برامج التحقيق السفرة. والله يعني بستغرب ليه بيقعدوا يقولوا الممثلين ويقعدوا يحققوا معاهم. انت عشان يجيبوا طب انت مالك؟ اقل رد انت مالك؟ انا بمراتي بعيالي بحب. انت ليه السؤال وليه لازم اختار يا فلان يا فلان عشان يبقى؟ بس ميدو خليك خلينا متفقين ان في كتير من النجوم بيرفضوا فكره النقد اصلا. يعني في كتير من الجيل عندكم وبذات الصغيرين في اللي هو انا بعتبركم انتوا لسه الجيل الصغير، يعني اللي هو في اكبر في سنا. طبعا طبعا طبعا. الجيل ده بيرفض رفضا تاما فكره ايه انا مش عاجبني الشغل او الفيلم ده ما حققش النجاح المطلوب او في ديفوهات في الفيلم الفلاني. فكره ان انا انقد باحترام حتى ده مرفوض. لا ده يبقى ده عبث برضو. ده عبث، ده قله وعي. ودايما يترجموه على ان هم لجان او ناس معترضه او ناس سلطت ناس، يعني برضو ما هو فيها عشان غموض. هقول لك ليه لان ده برضو احيانا بيحصل ان في لجان وفي حجة البليد ايه مسح الصبورة فيقعد يتلكك. في لجان وفي مبررات. لكن هل الفنان طبيعي ان هو يشتبك مع النقاد لمجرد ان حد قال فيلمه مش ولا يعني حقه ولا مش حقه؟ لا مش من حقه يشتبك اصلا. انا بقدم منتج فني قدمته، ناس هتقول لي حلو ناس هتقول لي وحش، شكرا للاثنين. طالما اللي هيقول لي وحش هيقولها لي بوعي وبفن وعايز يعني. الله يرحم اساتذتنا الكبار استاذ سامي السلموني اللي يقرا. هرجع اقول لك برده قله الوعي. لو في فنان كويس او ممثل كويس قرا سامي السلموني طول حياته على خلاف مع حسن امام، عمرهم ما هانوا بعض مثلا، ولا عمرهم شتموا بعض. تمام. سامي السلموني، سمير فريد، الاساتذه كتير. يمكن استاذ طارق لسانه اوقات بيبقى حراق شويه، طريقته ممكن تبقى بتضايق مثلا. فانا حتى لو حد قال لي حاجه ضايقتني هرد عليه بطريقه انه ملهاش لزوم، كلمني فنيا. لكن احنا بقينا نحدد بعض. زائد ان الفنانين اوقات بيردوا لانهم شايفين البروباجندا على الفيلم سلبيه او ايجابيه بتفيد او المسلسل او في ناس اوقات بتحس كده او ده منهج وماله نزود نعمل دوشه عشان الموضوع يتشال. طول ما احنا بنقيسها بان انا اتشفت قد ايه والفيو وعدد المعجبين وعدد طيب هنطلع فاصل ونرجع نكمل حلقتنا. ميدو شبه محمد صلاح او في ناس كتير شايفينه شبه محمد انا بقى صلاح. مش هو بقى شايف الشبه ده ولا لا؟ ممكن يعمل محمد أنا صلاح مش شايف ولا خالص. لا خلينا ولسه عندنا اسئله كتير. نطلع فاصل ونرجع نكمل حوار. موجني من بدري زي الساروخ سوداني
في حاجة اسمه مصري ولا حاجة اسمه سودان. نار النيل راسه في نارك رجلي في الناحية التانية. سوداني روح بدهين إذا كان سيبه التهداني إنا يا شنجي جيري. اسود ابيض يا براما عايشين ويا بعضين. سوداني في عنده كرامه مصري طول عمره اهيل. الاتنين جيران بلدين دي الهيطه جنب الهيطه. الناس دي بلاوي كلينجي عايزين خلينا شكلينا عنا يا شنجي كيرجي. الاكل بتاعنا غراوة يشهد للبي والباشا. يوم فاصلية وبقلاوة يوم ملوية وبغاش. يا اوروبا هاللي شايف بنجد. تحية لكل المشاهدين وضيافتنا نجمنا الجميل ميدو عادل. ناس كتير شايفة انه شبه محمد صلاح وحكى لنا في الفاصل ايه اللي جاب الشبه مع محمد صلاح، لكن تصريحات نسبت اليه لم يقولها كالعادة، دايما تصريحات مثيرة للجدل الحقيقة فيها ممكن تبقى حرف او مفيش اصلا. ايه بقى انت حاسس ان انت شبه محمد صلاح؟ مش عارف يعني مش عارف. لا انت انت كميدو شايف وتبص على نفسك كملامح شبه؟ لا كملامح لا، ممكن عارفه انت الشكل الخارجي بتاع الطول الوش الشعر الوش الجسم الشعر الكيرلي حاجات شبه كده. بس انت مش حاسس انك شبهه كملامح؟ لا ما اظنش. لا لكن الناس لكن الستايل العام اللي هو الناس لما ربطت، عشان كان في زي ما كنت بقول لكم انه عايزين حد لو مين يعمل محمد صلاح، فقالوا فلان او فلان او فلان، فما قالوا كده فقالوا ميدو، ضحكته شبهه وطريقته شبهه ومش عارف ايه وجسمه وسنه والشكل. قلت لهم انا شايف محمد صلاح مسيره لم تكتمل، لسه نجم كبير جدا، وانا شايف ان احنا نسيبه في حاله يعني نبعد عن محمد صلاح. نبعد عن الراجل شويه يعني. احنا عندنا حاجه، عندنا حته جوهره كبيره جدا جدا، اتمنى نحافظ عليها على قد ما نقدر. صح، على قد ما نقدر، ولا نعمل يعني نستنى شويه. هو لسه مسيرته شغاله، لسه نجاحاته ما خلصتش، فليه اقعد اتكلم عن حاجه لسه ممتده؟ هم خلوا عمرو ياسين بيكتب عنه مسلسل أو فيلم ولا انت اللي بتعمله؟ انت ليه الناس بتاخد عنك يعني؟ انت كنت لسه بتحكي ليه دايما بتترجم غلط في الاخبار؟ يعني كل كلمه بتطلع منك دايما ليه تتاخد العكس؟ والله دايما عشان يمكن بقول انت عشان تلقائي بزياده. بس مش فارقه معايا برضه يعني. انا يعني انت واحد من الناس قلت انا نفسي اموت على خشبه المسرح. ونفسي اموت على خشبه المسرح يعني ايه؟ انت لسه صغير قوي. المسرح العمل عباده ولا لا؟ ايوه يا عم. تمام، انا شغلتي ايه؟ فنان. ابويا وامي طلعوني ممثل. أوكي. وانا طلعت ممثل من بقالي عندي 37 سنه بمثل من 3 سنين. حلو. 34 سنه بشتغل ممثل، اكتر شغلنا بحبها في الدنيا. كل النجوم العظام اللي ايوه بس اموت على خشبه المسرح ليه؟ اموت وانا شغال، هو دي حاجه عيب؟ يا رب اموت وانا لسه فيها صحه قاعد قادر بشتغل بكسب رزق حلال بصرف بيه على بيتي بشتغل شغلانتي، دي حاجه مش عيب. اي حد بيحب شغلانه من قلبه ومفيده. انت بتيجي هنا عشان انت بتحبي، شغلتك ورزقك وحاجات كتير، بس انت بتحبي. والدليل كنا سيبنا كلنا شغلنا وقعدنا نجري ورا المشاريع التجاريه. صح مثلا، ولكن حتى اللي بيعمل مشروع تجاري بيبقى نفسه يعمل ايه؟ يحقق نجاحه في اللي بيحبه. هل انت دايما بالشخصيه دي بالتلقائيه دي يعني انت ما بتفكرش لحظه قبل ما بتيجي تتكلم؟ يعني انت شخص تلقائي جدا يعني في اي كلام انت عايز تقوله. اصل مين هيحاسبني؟ ربنا فوق يعني. مين هيحاسبني؟ انت كفنان وعندك جمهور ومتربصين كتير، في ناس ممكن يكونوا غيرانين، ممكن يتربصوا بيك. غير يغير ولا يتربص يعني في الاخر هيعمل لي ايه؟ رزق عند ربنا، وانا ما بقولش حاجه عيب في اي شيء. وما يضايقكش؟ لا يضايقني من ايه؟ انا طول ما في حاجه مش هتغجل ولادي مني خلاص هتكسف مني ولا اخواتي ولا اهلي. طب مش عندي حاجه. انت الولد الوحيد لماما وثلاث بنات؟ انا ولد على بنتين. بنتين. طب ايه الاول ولا كبير ولا النص. صغير الولد الوحيد ده بيبقى حبيب امه او ابنه؟ قعدوا فتره بهدلوني عشان قلت ان ابن امي طبعا. حبيب امي وحبيب ابويا وحبيب اخواتي. طب وانت انت ما انت برضو اخترت ابن امي، دي ليها في مصر معنى. ماليش دعوه ان انت ماشي بكلام مامتك.
يا ريت امشي بكلام مامتي، لو مشيت بكلام مامتي كنت فلحت اكتر من كده. طب انت مش يعني انت لما 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 فنان يقولك انا ابن امي بتتاخد بمعنى انا ماشي وراء السيء للكلمه بقى. دي ناس متصيده صدقيني يا مفيده، احنا لينا طعم. هرجع لك سيد درويش. سيد درويش لقى واحد بيبيع قلل، فراح عمل اغنيه عن قلل القناوي. اوكي. لقى بنت بتبيع فل وياسمين عجبته وهي بتبيع، راح عمل اغنيه يا ورد على فل وياسمين. احنا ضيعنا المصطلحات، احنا بدانا نحط كل الحاجات بين قوسين بزياده فبوظنا الدنيا. انا ابن امي كان السؤال بيتسالني انه انت ولد وانت صغير كنت ايه؟ انا كنت ابن امي جدا، ولد على بنات يعني المدلل ماسك طول الوقت في ايد امي، ما اتمنى اروح معاها في كل حته، وهي راح السوق وهي راح المسرح وهي راح اي حته مبسوط. دي حاجه دي حاجه لكن مش لا حاجة. لا ما تتدخلش في تتجوز مين وما تتجوزش مين. لا لا مين في اختياراتك. للاسف للاسف لا ما حدش بيدخل في حياتي. ما تدخلش في حياتك. حدش بيدخل في حياتي للدرجه دي اصلا. ما لما بتقع في مشكله مش هي اللي بتروح لها، الجا لها. بس حتى الحلول لازم ابقى انا اللي بطلعها. انا بربي حتى اولادي على كده. اوكي. بربيهم ان هم هيجي لهم سن هيبقوا مش بتوعي، مش بتوعي فكريا لكن بتوعي وجدانيا. فدي دي المشكله، التربيه، ان انا اقعد اربي في وسط الزمن ده هي دي الصعوبه. لكن لازم هلجأ لها، هلجأ لأمي ولأبويا ولأخواتي ولمراتي وعيالي وصحابي القريبين. هلجأ هلجأ لمفيدة لو انا عارف انت هتفيديني في حاجه او استاذ سهير او فلان او طبيعي، ولكن رأيي هيبقى من دماغي. اي حد متربي كويس هو كده، والابن ده اللي هو بار بأمه بيحب أمه فخور بأمه، مش التابع او اللي هو صوته مش صوته من دماغه لكن صوته بتأثير مامته. احنا بنخلط المصطلحات. ايوه احنا بنخلط المصطلحات بزياده عن اللزوم. لكن كلمه مهمه قوي انت. لكن الفكره في ان انا عندي بنتين، والبنتين كمان عندهم فن، ومخلف بنتين. عندك بنتين ولد؟ ما بيقعدوا يقولوا انت بتحب الستات الرجاله، قلت لهم طبعا بحب الستات اكتر اكيد يعني. انا متربي في وسط امي وعندي اختي فاطمه واختي حنان، فمتربي. واصواتهم حلوه قوي على فكره. فاطمه وحنان ممثلين مهمين كمان. اهم مني بكتير، بس يمكن دايما احنا الوسط بتاعنا ما بيعرفش يحط الحاجات في اماكنها الطبيعيه. اتجوزت بعد كده مراتي، بعد كده بقى عندي بنوتين، بعد كده بقى في ولد، فعلاقتي دايما ببنات وليا اصحاب بنات كتير، فيعني علاقتي بالستات اكيد اقوى من الرجاله شويتين ثلاثه. دي حاجه حلوه. انت لانك تربيت بين اختين فتعرف تتحرك حواليهم. مش كل الرجاله يعرفوا يتحركوا حوالين الستات وصاحبوهم. الستات متعبين شويه بس احنا متعبين كتير يعني. احنا متعبين كتير، فكون ان في ولد يبقى فاهم المنتاليتي ويتكلم معاهم وهم كمان يدوا له الثقه دي. انت جاي من خلفيه انت متربي مع اخوات بنات. هنا انا ابن امي عشان امي اللي ربت فيا ده، ربت فيا ازاي اعرف احترم اخواتي واحترم اخواتي في علاقاتهم في حياتهم الشخصيه في احلامهم في سريتهم في الحاجات اللي على العلن. دي تربيه. ده اللي انا بقعد اقول ان احنا برضو زمان اتربينا في مجتمع اهدى شويه. ودايما انا شايف ان احنا جيل الثمانينات ده على قد ما هو محظوظ على قد ما هو مظلوم. اتظلم في ايه؟ اتظلم لانه اتفرم. ده الجيل اللي اتفرم. انا مش حاسه ان احنا اللي هو زي اللي رقصوا على السلم ولا هو اتفرمتوا في ايه؟ اديني اديني. لا اتفرمنا لان احنا عبل ما وعينا اتشكل المجتمع اتغير. عبل ما لسه انت بتربيني على حبه حاجات من السبعينات اللي واخدها وانا جاي وانا طالع بكبر، والثمانينات وبتكبر في وانت في التسعينات دي لسه احلامك بتفوق معاك. ففجاه دخلت العولمه دي، دخلت اللي كنا بنقعد نتريق عليها زمان خالص، دخلت في الالفينات دي مع السلامه. انت في مجتمع تاني على كل المستويات حتى على مستوى المهنه دي. طب قول لي المهنه دي سهله؟ لا طبعا صعبه جدا 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 طبعا صعبه، ولكن ممتعه للي بيحبها واللي كان عندنا دكتور الله يرحمه في المعهد، الله يرحمه عبد الرحمن عمروز، اقول لك في طالب موهوب وطالب موهوم. ايوه ده حقيقي. فما بين الموهوب والموهوم نقطه صغيره. احنا عندنا موهومين كتير مش بس في الفن، ده بقت الحياه كل المجالات طبعا. طب والفرص حتى في النجار. انت بتعرفي النجار الشاطر، بتعرفي الكوافير الشاطر من ايه، بتعرفي الطباخ الشاطر من ايه. طب والفرص ما بيصعبش عليك الفرص اللي بتضيع منك؟ بتاعت ربنا، بس بيصعب عليا اكتر ان احنا 2023 من 2000 لغايه دلوقتي 23 سنه. تعالي نعد كده، يمكن انا اكتر حاجه قليل فيها في حياتي هي السينما. اوكي. كام فيلم وخسارة. في 23 ما هو حسب اللي بيجي في 23 سنه كام فيلم يعيش؟ مش كتير. شفتي انا مش فاكره حاجات كتير. المسرح المسرح فيه حركه مسرحيه عظيمه بتحصل في المسرح. مش ما بتتصورش. تمام. عشان هرجع بصي، يمكن خارج النطاق، ولكن احنا محتاجين كذا حد. احنا عندنا مشكله دايما في الادارات. احنا محتاجين حد شاطر زي مثلا خالد جلال محافظ الالقاب. انت محتاجه منه
10 20 ايوه. خالد عنده بصمه مختلفه وكاريزما مختلفه ورؤيه مختلفه. بس خالد جلال انا بتحس ان هو عايزه يبقى بيمسك كل الكراسي اللي موجوده عشان هو بيحب كل حاجه بيعملها بحب وباداره وفير وفن وفير. حط يدور على بعض. حتى الفير دي احنا ممكن نختلف معاها فير، بس في ناس ثانيه ممكن تزعل احيانا، دي مشكله الاداره. ولكن ليه كيانه موجود ومهم؟ عشان هو صادق في شغله وبيحبه ومخلص فيه. دي هل في المقابل قصاد ده كتير؟ وبيبدع ويجتهد. انا بكلمك لان انا ابن مسرح الدوله، انا موظف في مسرح الدوله، تمام؟ هل في كده كتير؟ لا. طب فاحنا محتاجين اداره، محتاجين ناس كتير في كذا حته، في التلفزيون، في السينما. يعني انا بحس ان انت على قد ما انت موهوب جدا ومميز واعمالك كلها الحمد لله، لا اعمالك يعني انت بتتحط في عمل بتبان فيه، الا ان انت مش واخد حقك في السينما. انا عملت والادوار في الدراما محتاجه تبقى اقوى من كده. انا عملت 12 لا والله هقول لك، انا السنه اللي فاتت سر الباتي انا كنت مستمتع بيه جدا جدا، كنت بعمل دور جديد عليا، بعمل دور فلاح ولا هو ساذج ولا هو بطل، ولكن هو ابن عمه بيعشقه حتى النخاع. ولد راح، لا ابن عمه بيموت راح موت نفسه عشانه. انا بحب الشخصيات دي، عنده خفه دم مختلفه. كنت جديد عليا ان انا اعمل دور الفلاح ده، قبله عامل العائدون، انا عامل بطوله قصاد نجم كبير ومهم زي امير كرارة. امير كرارة ومخرج وكنت عظيم عامل زي احمد نادر جلال. لا كنت عامل حاجه حلوه قوي قوي، ان احنا بنتكلم عن الولد اللي بيشتغل في الفن اندر جراوند، ولد وكان ضد الدوله ومسافر في تركيا وبيهاجم البلد، ان يجي الضابط عشان يعدل له دماغه ويظبط ايمانه ببلده ويختلف ويوصل ان هو يتجند وسط الاخوان او وسط الارهابيين هناك عشان يضحي بنفسه. دي شخصيه احنا في مصر محتاجين نحط الوعي ده للشباب. المختلف اللي معايا اكتر، ان انا ينفع اختلف مع حضرتك ومع البرنامج بس باحترام، واجي هنا واتناقش معاكي. احنا ما عندناش ده. دي كانت ميزه العائدون، وصناعه مهمين دايما، الصناع صناع السينما. عملت 12 عمل راضي عنهم، ده اللي بيفرق معايا. عمل لما تشوفيها تقولي حلو، في حاجات ما خدتش النجاح الكبير، وبرده السينما بقت غريبه وما زالت الاحلام لسه موجوده. ليه السينما بقت غريبه؟ شركات الانتاج مع الاحتكار مع غيره وغيره، شلاليه عندنا ازمه. احنا كنا قريب بنتناقش، انا كنت موجود في الحوار الوطني للفن، تمام، من الفنانين الشباب القليلين اللي كنت موجود، وبنتكلم في السينما والدراما، وبعدين اتكلمنا في المسرح. كان عندنا ازمه شويه في الاحتكار اوكي بتاع السينما. يعني ايه احتكار السينما؟ ان توقف الدايره كلها على شباب معينه، على سوري، على شركات معينه، شركات معينه طبعاً. بيشغلوا ناس معينه وما هنعرفش يدخلوا حد. خلصت تمام. واحنا عندنا بقت ميزه، انا عندي منصات. يعني ايه منصات؟ يعني مش مستني نجم الشباك، ودي نقطه مهمه، دي نقطه تفتح البراح للمبدعين والموهوبين. وفعلا في مسلسلات ظهرت وكبرت على منصات. يعني انا بشوف دلوقتي مسلسل اسمه بالتو على منصه. جميل. الفكره في ايه؟ الفكره في الممثل البطل، الممثل اول مره البطل تشوفه الموهوب. موهوب وجديد يا استاذه، ده ممثل عبقري، ده ممثل عبقري يعني، وممثل مسرح من صغره وتعب كتير وحارب كتير واشتغل وعمل شويه ادوار صغيره، ربنا الحمد لله اداله لمبه كويسه نصره. والمخرج اول عمل ليه، مخرج مهم ومبدع من زمان، وتلميذ من تلامذه استاذ شريف عرفه، ومخرج مهم. اتمنى يبقى فيه 20 بالتو. ايه المشكله؟ يبقى عايزين 20 منصه. لا في منصات كتير. طب وليه نفس المنصه ما تشيلش 20 بالتو؟ واحنا عندنا منصات كتير مفيده، بقت في حاجات كتير جدا، اللي عايز يطلع منتج جيد هيطلعه. ما هم بيبقوا خايفين، يقول لك احنا عايزين شغل ينجح ينجح على المنصه، فبرضه بيجيب نفس الفنانين اللي الجمهور زهق منهم. في منصات عملت حاجات كتير ما نجحتش قوي. انا عن نفسي بدخل دلوقتي على اليوتيوب بتفرج على مزبور زمان طول الوقت. وانا مدمن مسلسلات زمان وافلام زمان، وبتفرج على الجديد عشان دي شغلتي، اللي انا لازم اعرف مين فين ليه. هي بتتفرج على الجديد عشان تعرف، لكن والقديم. بتتفرج على أنا القديم لسه عشان متعه، عشان متعه، وعشان اقول انا كنت لسه بتفرج على قشطمر، ما كنتش شفت الله المسلسل. حلو قوي. مهما اقول لك على المتعه بتاعت طبع. ان وائل نور بيعمل دور مختلف مش كوميديان، واستاذ مدحت صالح قمر، ففي في 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 ناس اهو. طب انا عايز اخرج من التمثيل للغنى. انت صوتك حلو. انا مش بغني، صوتي مبحوح والله. بس انا مش بغني، انا بعرف اقول. ايوه انت غنيت في ابو غنيت في الطوفان، في الطوفان وفي مسلسل طالع مطرب اندر جراوند، كنت عامل اغاني كان كاتبها ايمن بهجت. ايوه الطوفان لمامتك. ايوه بالظبط، قلت الام. وفي سيد درويش حلو، وفي سيد درويش بغني يعني، بعرف اغني يعني، بس ايه مش مطرب. وما قعدوا فتره بعد الطوفان ده اتحايلوا عليا ان انا اعمل اعلانات او اعمل كليبات لهم. طب يلا عايزين نسمع اداء غنى، مش هنقول والاغنيه بتاعت شيرين عبد الوهاب اللي عملتها لك في قلبي دي لبستك.
دي بقت بقت يعني بقت ليه بقت قلبي بقت آه بقت تتعدي لان كل ما حد يتعب هي بتغني هو وهو في المسلسل اخوها بترحم عليا فبقت والله انا شفت الناس بترحم عليا وانا عايش الحمد لله كده انت عارفه انا حسيت للحظه من اللحظات كده يعني فعلا الموسيقى الاغنيه لبستك بطريقه هي عندي حته مني طب قول لنا انت صاحبها من دي لا اغني شين عبد الوهاب لا يا استاذ لا اجرؤ في ناس كده ما ينفعش لا اغنيتك غني اغنيتك لا صعبه قوي اغني دي صعبه هي اتغنت لي صوتي رايح جدا والله العظيم بجد بس يعني مش عارف طب غني لنا حاجه لسيد درويش بما ان انت في مسرحيه سيد درويش فانت اكتر حاجه حافظها بمناسبه ممكن اغني معاك انا برضو يا سلام يا ريت اتفقنا بس انا صوتي رايح وانا صوتي طول الوقت رايح الطبيخ والغنى موهوبه ايه مش عارف اغني انت يا عشاق النبي صلى على جماله ده عروس البيت تعالوا بننسى الندى قالوا ادي نور جمالها ما هو هال هلاله يا هنية للي نقولها يا هنية له انا صوته رايح يعذروني والله لا لا والله يا الله حلو 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 في احساس وفي اداء ربنا يخليك وفي اعجاب يعني انت برضو من ما انت ما ينفعش تعمل حاجه من غير ما تبقى عايش فيها انا دايما بقعد اقول اما بيجي نقعد نتكلم في التمثيل اقول لهم احنا ليه بنمثل عشان النجوميه استاذ مدحت شلبي نجم يعني ناس كتير في والله نجم في مجاله حضراتكم نجوم يعني مش لازم كل الناس تمثل في دلوقتي مطربين شعبيين نجوم اكتر مننا بكتير في نجوم تيك توك دلوقتي مع المجتمع الجديد موجودين فيعني اللي عايز يجري ورا نجوم بس والنبي سيبه الفن بتسمع شعبي من باب الفضول ولا بتسمع شعبي لا بسمع اي حاجه تنبسط انا ممكن اتلاقيني اتفرجت على فيلم مستر احمد زكي وبعدين اتفرج على فيلم سعد الصغير انا ما عنديش اي عقد انا بتفرج لسبب بالظبط الله عليك يا مفيده عشان اعرف مين فين انا بحب مفيده ليه عشان اتفرجت عليها كتير فعارف طريقتها بحب استاذ وليه عشان شفتها كتير بحب فلان ليه عشان قريت له بحب ليه ابراهيم اصلا او يوسف القعيد عشان قريت لهم فاهمه قصدي يعني ليه دايما في شعراء ما حدش عارف عنهم حاجه عشان الناس ما قريت لهمش اللي يقرا البهاء جاهين وامين حداد طبعا. هيعرف قد ايه هم الناس تقعد تقول لك اصل ابن الوز لا في ابن الوز عوام قوي على فكره جدا جدا ومختلف ميدو تعالى نغير الكلام ونتكلم عن الحياه الزوجيه مش هتكلم على الكلام اللي انت قلته اللي خلاص راح كده انت رغم كل انشغالاتك ورغم ان انت بتعمل مسرح وساعات دراما وافلام الا ان انت محافظ على كيان الاسره دي والله مش انا اللي محافظ مراتي سحر يعني سحر زميلتي خريجه المعهد وباباها اصلا كاتب فلسطيني كبير غريب عسقلاني وانت كنت قصه حب كنا قصه حب في المعهد عارفه انت قصه حب اللي بتقعد كده فتره طويله يعني وهي البنت تقعد تضحك كتير. مين بيعمل مين بيعمل تنازلات اكتر هي البيت الست يعني البيت وانت متقبل انها تعمل تنازلات بتعوضها مش يعني انت بمنتهى الصعب تقول لك هي بتعمل تنازلات لان هي مستحملاني هي مستحمله ظروفي بتعوضها انها انت عارف اهو مش بعرف عشان ابقى صريح مش بعرف اعوضها قوي بس بحاول على قد ما اقدر زي اي بيت مصري او زي اي بيت بيعاني انا ولد من طبقه متوسطه بنيت نفسي بنفسي ففي حياه زي حياه كده اهم حاجه اقول لحياه بنتي كل سنه وهي طيبه عشان عيد ميلادها بعد بكره تبقى 20 سنه وانت طيبه 21/9 اسمها جميل حياه عذراء زي وعندي حلم كمان وادم بقى مؤخرا طيب وادم ثلاث سحر هي اللي شايله تمام هي اللي شايله هي اللي عارفه توزن رمانة الميزان بتاعت البيت هي اللي بتعرف امتى تشد وامتى بترخي اوقات الشده دي بتقع مننا زي اي بيت ولكن الفضل يرجع ليها هي اللي بتربي هي اللي عارفه تاخد الولاد من المدرسه للنادي بتعوضها ازاي هي المدير التنفيذي بكلمه حلوه هي المدير التنفيذي ورئيس المهرجان بتعوضها ازاي اوقات بقى كلمه حلوه اوقات يعني ما بعرفش اقول كلمه انت حاسس ان التعويض مهم اصلا قبل طبعا ما بس انا يمكن بس انتوا بتزنقوني عشان انتوا برنامج ستات انا ما بعرفش اعمل واجباتي كامله اتعلم صح حقك مقصر انا هو بقى ايوه بس هو عايز توصل لده يا لهوي ايوه عيب يا لهوي هو في ده يبقى انت معترف ان انا مقصر ان انت مقصر في الجزء ده ماشي في الجزء ده حضرتك مبسوطه كده انا مقصر انت حريص دايما على انك تتعلم
وحريص دايما على انك انت تبقى بتشوف هنا وهنا وهنا. لا بس هو جميل ان انت معترف. ولكن زحمه الدنيا وزحمه المسؤوليه. انا قبل كده ما قلت الجواز صعب ليه؟ انا اختي الصغيره حاليا ما كنتش عايز اتجوز، انا بقعد اقول لبناتي مش هجوزكم، واقعد اتناقش انا وحياتي دي جدا. المسؤوليه زمان كانوا اهالينا بيتجوزوا وهم عيال صغيرين، صح؟ نقول لك البنات بيتجوزوا من 16 و17 و18. دلوقتي اهم سن للجواز لبنت 35 سنه. ايه اللي بيخوفك من المسؤوليه؟ المعاناه. ما هي اللي شايله المعاناه. انت تعرف ما هي مش هي لوحدها. لا ما هي ما هو هي جزء هي الاساس من المسؤوليه عليه. تمام، والاساس ده حاجه كبيره طبعا. ولكن ما هي عليها عبء. انا بقعد اقول ان الجواز سحر، دي كان نفسها تبقى فنانه، خد من طاقتها تربيه الولاد، مع ان هي تحاول ان انت عشان تربي اطفال في الزمن ده تطلعهم صالحين للمجتمع، دي معاناه كبيره جدا. طب سؤال بقى في الوقت اللي احنا فاكره جمله ونيس ان احنا بنربي نفسنا مع اولادنا، دي معاناه تانية. طب سؤال بقى، اتفضلي. معاناه وجهاد يا استاذ ميدو، بما ان قولي. انت حاسس انا مش بتكلم على ان سحر نفسها تبقى بتمثل، هل انت جيت مره قلت لها انا عارف انك انت كان نفسك تبقي ممثله؟ طبعا انا ده حوار دائم، ان كان نفسك انت ضحيتي بحاجات من عندك، وبنقعد نقول يا رب ترجع تاني تعملها بالظبط، وتبقى عندك استعداد انك تقف معاها وهي مقرره انها تعملها. انا امي ممثله واختي ممثله، يعني تقعد في البيت وقت ما يبقى مراتك تجيلها شغل، تطلع ممثله وتكمل، تقعد في البيت لو هي جالها شغل تاخد واجبات البيت لغايه ما تخلص شغلها. انا لو ما عنديش حاجه ممكن اقعد في البيت واغسل المواعين، انا مش دي قضيتي. انا مامتي معلماني ان انا اعرف اعيش لوحدي، تمام، انا اعرف اعمل اي حاجه، ولكن ما عنديش اي ازمه. انا بتمنى اولادي يطلعوا فنانين، وما اتمناش ان يطلعوا ايا كان ايه نوع الفن اللي هيقدموه. امال انت كرجل مقصر في ايه؟ زحمة كزوج حياتي. كزوج مش كرجل، كزوج مقصر ان انا مش عارف افضي وقت كبير لاولادي وبيتي. ده تاثير مني طبعا. شغلتي واخداني لده. واحنا نرجع بقى النقطه الثانيه، ان شغلتي فيها حرب دائم، وان انت واحد ولا ليك ظهر مسنود على ولا حاجه، انت ظهرك نفسك وربنا. والفلوس والدنيا بتغلى وعندك ثلاث عيال وعايز تصرف عليهم، تمام، وعندك حياه كامله عيله، فانت العمود اللي في النص، فده بياخد وقتك زياده عن اللزوم، تمام. لكن لو ما عنديش اي حاجه هفضل قاعد في البيت وفي وسط ولادي واحاول اعمل ده على قد ما اقدر. اهم حاجه ان انت عارف انت المشكله فين وتحاول تعالجها بالظبط، ومعترف بده وممتن لدورها. و بس عليه تجديد الحب. ما هو انا هقعد مع مفيده بس عليك تجديد الحب ميدو. ايوه ما انا بقول لك اهو يا مفيده عليك. حاضر. على الرجل لما يبقى عنده، انا عارفه مقدره المسؤوليه اللي انت شايلها والمجهود والحاجات كبيره، بس في نفس التوقيت عندك طبعاً شريكه طبعاً. فانت محتاج ان انت شريكه والولاد كمان، يعني هي ليها جزء والولاد ليهم جزء. يمكن عايز اقول لك حاجه في نفس الوقت، يعني سحر ولادي اهلي دولت بالذات ليهم اجزاء كتير قوي ناقصه مني. بس بناتك مش هيقعدوا لغايه حاجه و30 ما يتجوزوش. لا ان شاء الله بعد. لا مش هيقعدوا. لا مش هيتجوزوا. مش هيقعدوا. بس خليني. طب لو جالهم عريس استني بس اسمعني. مش هيتجوزهم. انا مش عارفه اقول له كلمه. انا بقى هي دخلت في موضوع الستات. لا مش عارفه. هي دخلت في موضوع الستات مش هتسيبني والله. مش عايز يجوز بناته. مش هيتجوزهم. لا ده بيقولها بيقول لك اه والله. ايوه عايزهم بعد 35 سنه يكونوا استقروا ونضجوا واختاروا صح وفيهم يعني ايه مسؤوليه. في الزمن ده 30 حاجه 20 انا شايف 29 ان قبل ما تيجي تتجوز اعرف ان انت تبقى قد المسؤوليه. المسؤوليه مش بيت وحضن ومقبره. طب بس خليني بقى اتفضل يا فندم، هل هتقدر تطبق ده حتى لو ده ضد رغبتهم؟ يعني لو هو ده سؤال، لكن لو ده ضد رغبتهم ازرعه بقى في رغبتهم من واحده واحده كده. زي ما انا ايه، انا مثلا حياتي دي من وانا عندها 3 سنين زي ما اتعامل معايا عملته، كنت بقعد اقول شعر كده لصلاح جيم وتقعد تقرا ورايا، تمام. فطلعت بتحب ده. بحاول اعمل الميكس ما بين ان هم يحبوا فيروز ونعيم عاكف ويحبوا التيك توك، بعمل لهم الميكس على قد ما اقدر، تمام. يعني بتدي لهم الموازي عشان يبقى في توازن عشان في الحياه. تمام. انا بنزلهم في الشارع يلعبوا، هم عمرهم ما بيلعبوش في الشارع. جات لك بقى وهي في الجامعه وقالت لك بحبه يا بابا؟ هقول لها تركزي في النادي، عايزين نبقى كابتن كبير وعايزين نشتغل في الفن يعني هتحاول تقنعها. انت برج ايه؟ بس مش هتفرض عليها شيء. انا حاسس المفروض هتضربني والله. انت برج؟ لا والله يا ابني. انا حمل. طب يا صباح الخير. العند كله شفتي؟ بصي هخش في الابراج. الحمل الحمل احادي التفكير، ما بيفكرش غير في دماغه، ما بيقتراش غير في دماغه. ايه فلسفتك في ال 35 سنه؟ زمان كنا بنكبر. لا دلوقتي هقول لحضرتك، زمان كنا بنكبر على بحس اللي حوالينا. دلوقتي انا اتجوزت وانا عندي 6 داخل في 27، تمام. ما كنتش كونت شخصيتي كامله، ما كنتش عارف المسؤوليه اللي ورايا.
فدخلت ما كنتش مدرك بشكل تمام؟ صحيح ان الجواز مش اتنين بيحبوا بعض بس ولازم يا اولاد تاخدوا بعض في حضن بعض والحياه هو ده اللي ربنا قاله والعرف والدين بس تمام. في مسؤوليات تانية، في تربيه، في ان انا كل في اسئله لازم تعرف تجاوب عليها، تعرف ازاي تربي عيالك، امتى يبقى فيه فلوس وانت ما فيش، امتى يبقى فيه علم وليه ده ومش ليه ده، دي حياه كامله لبني ادمين. وانا دوري ربنا خلقني عشان ابقى بشتغل شغلانه كويسه بالحلال واطلع اولاد كويسين في الدنيا. اميدو بس طريقه الحياه دي مع واحد قدك في السن صغير بيفكر ال 24 ساعه مش ممتعه؟ يعني هل انت مستمتع؟ وكلمه مستمتع دي حط عليها 3 4 مستمتع بالحياه ولا بتجري ورا القطر طول الوقت؟ صعبة. انت بتجري تقول انا طول الوقت بجري ورا القطر ولا نايم؟ بس كلنا بنجري ورا القطر. انا متعتي الوحيده انا ادي بيتي وادي مكتبي في العماره اللي في الوش. انا دلوقتي عندي وقت بقعد في المكتب بقعد اذاكر. طيب اركني ده على جنب. متعتي انا كل يوم وانا بطلع على المسرح ببقى مستمتع استمتاع ولا هقضيه في الساحل ولا في الجونه ولا في باريس ولا في فرنسا ولا في اي حته في الدنيا. تمام. المتعه الحقيقيه على خشبه المسرح، المتعه في وسط عيالي، في وسط اصحابي القريبين، في وسط حاجه لطيفه. مؤخرا الحاجه الوحيده اللي بتمتعني في حياتي اللي انا اتربيت عليها وهي اهم حاجه في حياتي هو الفن. مؤخرا بدات افقد متعته، فبحاول ليه؟ عشان المناخ اللي احنا فيه اللي كنا عارفينه من كل الاتجاهات، فبحاول زي ما انت بتقولي لي جدد الحب وجدد الرغبه في الحياه وجدد وجدد. بحاول اعمل ده في الفن، بحاول اعمله عشان ارجع ليا انا الطبيعي، عشان اعرف ادي الحاجات دي حياتها. فاهم قصدي؟ انا ما عنديش عمر شغف ان انا تعيش مع حياه مع الاسره، ما عنديش الشغف ده خالص ولا عندي العقد دي ولا عندي شغف ان انا ابقى لازم اعمل عشان ابقى راكب احسن عربيه. لكن اشتغل ايه؟ امثل ايه النهارده؟ اعيش ازاي؟ عندي إيه؟ انا واللي حواليا. احنا ممكن نقعد احنا ثلاثه قاعده مش هيفرق معانا هي على كنبه ولا عرض، بس قاعده ممتعه. ده بس معاك اللي منك. ايوه الفكره واللي تقدر تصرف عليهم طبعا. مش مهم تبقى مليونير طبعا. القيمه مش الشكليات. لما انت قلت الجواز بدري ده من غير مسؤوليات ومش عارفه ايه، هل لو رجع بيا زمن ما اتجوزش صغير او ما اتجوزش خالص، سحر فاهمه المعنى ما وراء الكلام ولا زعلت؟ انا قلت كده من حب لسحر، لاني سحر احلامها انا حققت جزء من احلامي، هي احلامها انطوت، هي بقت اولوياتها في البيت الولاد. والولاد وبس الولاد. فاهمه قصدي؟ ده خد وقتها، خد حياتها بزياده. سرق الحلم، سرق. على فكره نفس الموضوع عند سحر، نفس الموضوع عند فاطمه اختي، نفس الموضوع عند حنان. انا ما كنتش عايز حنان تتجوز عشان كده. لا حبيبتي احنا الامل فيك انت كمل. ففكره ان انت تحقق ذاتك في المجتمع بقت مش سهله. ويبقى عندك ولاد وانت مخلص لاولادك جدا وعايزهم يطلعوا كويسين جدا، المسؤوليه دي بتخليك تعمل كده في مجتمع وزمن صعب. هو ده بس اللي بيعمل. فانت عشان توصل لده لازم انت مدرك واقف على ارض صلبه جدا، ومالك وانت مالكش في الهلس ومالكش في النفاق ومالكش في الدلع والكده. دي مشكله اكبر بقى. فالموضوع معاك مشكله، دي مشكله اكبر في وسطنا. وسطنا بيحب الخروجات دائما. الخروجات والسهر وبتاع، وانت مش عايز. انا حتى بقعد اقول لي تعالى في مهرجان. طب اروح مهرجان؟ انا مش هبقى المؤثر. انا مش عادل امام، مش وجودي هي مؤثر. وجودي عشان الشو انا اصلا ما بحبش، انا بتكسف اتصور. انا ما بعرفش، انا عمري في حياتي ما عملت فوتوشوب، ما بعرفش، بتكسف. فبالتالي ده مش انا بشتغل ممثل فنان. فالله يرحمه سنور الشريف كان هو بيصور بيقعد يذاكر حاجات ثانيه. فيعني انا دول الناس اللي انا بنتمي لهم او بحبهم. الانسان الحقيقي هو انت انسان حقيقي. الزمن ده ربنا يجاهد ويكافح ويعاني، ولكنه اكيد بيستمتع لانه هو نفسه، هو مش مضطر ان هو يعمل اي حاجه تانية خالص غير انه يبقى حقيقي. هقول لحضرتك على حاجه. اكتر من مره وانا بعرض سيد درويش يجي لي اطفال فتلاقي ام جت من دمياط سافرت، جت كذا مره القاهره عشان تتفرج على عرض بولادها، وتقول لي انا ابني بقى متيم ومجنون بسيد درويش، يقعد يقول لي هاتي لي اغانيه. انا ده بالنسبه لي نجاح. هو ده النجاح، مش نجاح، تاثير. مش هيشبع رغبتي، ده هيوديني في حته تانية. مش ان بقى اخدها انزلها على الفيسبوك او اقعد عشان ان في طفل بقى متاثر بشيء نادر او انت غيرت في ملمحه حاجه. انا مش دي رساله، دي التاثير اللي انت هو زي ما شهير قالت، انت نوعيه فنانين الحقيقيين. يعني انت ما اعرفش ازاي بس هو انت جاي من الزمن اللي انت بتتفرق، الزمن القديم باخلاقه بعاداته بتقاليده. مش عايز اقول باخلاقه يعني برضه، مش عايز ادي نفسي نوبل زياده، ممكن بعاداته وتقاليده وحبه. عاداته وتقاليده واحترامه لشخصه. يعني انت مش شخص تعمل اي حاجه عشان خاطر انك تبقى مشهور، تعمل اي حاجه لا، انت شخص ليك ستاندر معين
لما يجي لك الوقت اللي تقدر تعمل فيه وانت محافظ على كيانك هتعمله، مش هتقدر هتقعد في البيت او تشتغل حاجه ثانيه. هقول لك على حادثه حصلت من يومين قعدت احكيها لاولادي. كنت في الهرم بنعرض العرض اسبوع في قاعه سيد درويش في الهرم. في بنوته جايه من المانيا عندها 16 سنه. اوكي. سايبه المانيا وجايه عشان تحضر ثانويه باباها. وسايبه بقيت اهلها هناك، مامتها واخواتها، صممت تنزل لقرايبها. نزلت قاعده ببيت قصاده بيت قايل الصوت، البيت اللي قايل الصوت ده وقع على البيت ده. الاسره دي كلها عايشه، العمام والها، البنت بس اللي ماتت. إيه. عندها 16 سنه. يا سبحان الله. فانا ربنا سبحانه وتعالى عنده حكمه. وفي هدف اكيد من الدنيا. الهدف ان انت تبقى مخلص على قد ما تقدر، تبقى بتحب اللي بتعمله، والله لو انت شغال ايه؟ اكيد في فرق ما بين كوبايه شاي عاديه وكوبايه شاي ممزاج. ايوه بالظبط كده. بس. حلو كده. ميدو انت اسعدتني وانا اعتقد ان انت يوما ما بعد عمر طويل ان شاء الله هتبقى زي ما انت قلت على رياض الخولي احد الائمه العظماء الصادقين. هيتقال كده على ميدو عادل رغم ان ميدو دي ما يليقش عليها الائمه ولكن صادق مفيد عليك تخليها ميدو فخلاص. ايوه ميدو ميدو سكر كده. صادق وحقيقي واصيل ومثقف وواعي وطبيعي، نبت مصري حقيقي طبيعي. بشكرك جدا ميدو. انا اللي بشكر حضرتك وسعيد ان انا كنت معاكم النهارده جدا. انت شرفتنا ونورتنا. ربنا يخليك يا مفيد. اسعدتنا جدا وهنيجي نشوف مسرحيه سيد درويش. بندعوكم على مسرح البالون، هتشوفوا حاجه رائعه جدا. وبعد الفاصل لسه حلقتنا مكمله، نشوفكم بعد. التالي اختبر شخصيتك من برجك مع هالة حافظ. ووصلنا للفقرة اللي احنا يعني طول الأسبوع بننتظرها بحب وبشوق، وهالة حافظ منورانا. وفكرة بان برج مش بس المواصفات بتاعت البرج هي بتبقى القصة، في علمين بيحددوا الشخصية أو ملامح الشخصية النفسية، علم النفس وعلم الفلك، هما بيهتموا بتحليل الشخصية عشان نعرف إحنا شبه مين نفسيا أو إحنا مين نفسيا. هلا عملنا لنا اختبارات النهاردة وعندنا برضو حاجات تانية كتير، فنبتدي الاختبارات سريعا. يلا اهلا بيك يا سوسو. اهلا وسهلا بيك يا هلهولة، نورتينا وشرفتينا. واحنا على استعداد ومستعدين ان احنا نعمل اختبار شخصية. بس اسمحي لي بس اقول لكل اصدقائنا احنا هنبقى دامو للاختبار ده. كل واحد عايز يعرف شخصيته ياخد باله من الاسئلة اللي هالة بتسألها ويكتبها الاول وبعدين يجاوب عليها، ونشوف ايه الاجابات دي هتبقى فيها عامله ازاي. صح بالظبط. احنا بنساعد الناس عشان يعرفوا نفسهم الى حد كبير وعشان يعرفوا يتعاملوا مع الناس ويمستروا علاقاتهم. الاختبار ده بيطلع ايه من الشخصيه؟ احنا بنعرفك، انت اللي هتجاوبي مش انا اللي هطلع دلوقتي. فانت اهم حاجه تكوني صريحه جدا، ما تضحكيش على نفسك وما تقوليش انا هختار الاجابتين، لازم تختاري اجابه واحده، ما ينفعش تقولي لي ايه ده الاجابتين انا عايزه الاثنين. بس دي اهم حاجه. وهنبتدي الاسئله مع بعض. اول سؤال بقى كله يحضر ورقه وقلم. هم عباره عن 25 سؤال. يبقى لازم هيبقى فيه نسبه حط اعلى من نسبه، يعني انتوا هتكتبوا واحد او اتنين. خلاص فانت هتكتبي عندك يا واحد يا اتنين. لو واحد اكتر من اتنين هتبقي شخصيتك ايه؟ لو اتنين اكتر من واحد هتبقى شخصيتك شخصية حاجه تانيه. خلاص. اول سؤال، فكره ان تفقد شخصا مقرب منك، لا تخاف من الفكره دي ومتقبلها ولا فكره مزعجه ومخيفه جدا بالنسبه لك؟ مزعجه ومخيفه. يبقى انت كده اتنين. خلاص. إذا كنت أب أو أم تفضل أن ترى ابنك ذكياً، دي واحد، ولا عطوفاً أكتر؟ يعني أنت تحبي ابنك يكون ذكي أكتر ولا عطوف أكتر؟ اختاري واحد أو اتنين. لو ذكي هتكتبي واحد، لو عطوف هتكتبي اتنين. عطوف، أنا بحب عطوف. طيب لو خيروك ما بين حاجتين، الحقيقة المزعجة ولا الكذب المريح؟ لا الكذب المريح. يبقى اتنين. لو خيروك ما بين العيش بنجاح أم العيش بسلام؟ لا بنجاح. لا بسلام. ايوه انا اخترت التاني بس. انا بنجاح. احنا هنحلل شخصيه مفيده، هنحلل شخصيه سوير، وبالتالي المشاهدين هنشوفهم شكل مفيده ولا شبه سوير. لو تسلل الى منزلك سارق، هل ستضربه وستنادي على اهلك لمساعدتك في ضربه ولا ستعطي له كل ما تملك بسهوله؟ ساعطي له كل ما املك. لو انا في قدرتي ان انا امسكه يعني.
هتضربيه وهتجيبي اهلك وتلمي اهلك عشان يضربوه، ولا هتديله كل اللي تمشي اللي تملكيه بسهوله؟ تقصيري السلامه يعني ولا هتعملي مشكله؟ لا ممكن اضرب. انت هتضربيه؟ طب انا هضرب. متاكده والله. طيب الكلمه اللي بتجد صعوبه في قولها، احبك ولا اسف؟ صعوبه مش سهوله. اتنين. اسف. ايه الشيء اللي لو مش حرام كنت عملته؟ السرقه ولا الكذب؟ السرقه. ما هو موقفك من الموت؟ متقبل الفكره ولا تخيفك، ولا تشعري بالذعر عند ذكر فكره الرعب. الموت الرعب. لا الرعب طبعا. يبقى انتوا الاثنين الاجابه الثانيه. طيب لو خيروك ما بين ان تكون حاجتين، ذكيا ولا جميلا؟ ذكيا. جميلا. لو خيروك من انك تكون غني لكن حزين، ولا فقير لكن سعيد؟ لا واحد غني. طيب ما فيش حد غني بيبقى حزين لمؤاخذة. لا ما هو ده الاختيار، بس بتعيشي برفاهية. اكتبي يا سوس عشان حد. طب لو خيروك ما بين وظيفة تكرهها لكن مقابل مبلغ كبير، ولا وظيفة بتحبها لكن مبلغها قليل؟ واحد. اتنين. لو خيروك ما بين العيش في منزل جميل جدا لكن الحي سيء، ولا في منزل سيء لكن الحي جميل؟ المنطقة الأولى منزل جميل لكن واحد. أو العكس، المنزل سيء لكن الحي جميل. لا واحد. طيب لو خيروك ما بين أنك تقعد 3 أيام بدون كهرباء، يعني انقطاع كهرباء، ولا بدون مية؟ اختاري حاجة واحدة. ثلاث ايام هتقعدي من غير كهرباء ولا من غير ميه؟ لا يا جماعه ركزوا معانا الاسئله دي. من غير كهرباء شخصيتك. ولا ميه؟ لا اقعد بدون كهرباء. مفيش حاجه اسمها ولا ده ولا ده. لا انا اقعد من غير كهرباء. طيب انا معاك من غير كهرباء. اكتبي واحد او اتنين. لو خيروك ما بين ان تعرف، السؤال ده صعب شويه بس ركزوا فيه يا جماعه، بس مهم في التحليل. لو خيروك ان تعرف كيفيه وفاتك، ربنا يدينا كلنا الصحه وطول العمر، ولا توقيت وفاتك؟ الكيف يعني هيقولوا لك انت هتعرفي حاجه من الاثنين، هنعرفك انت هتموتي ازاي ولا امتى؟ لو خيروا واحد اموت ازاي، مش عايزه امتى عشان ده رعب، ولا توقيت وفاتك؟ لا. طيب هل تشعر بانك اصغر من عمرك الحقيقي ولا اكبر من عمرك الحقيقي؟ اصغر. هل انت شخص قليل الشكوى ام كثير الشكوى؟ لا. هل الوحده بالنسبه لك واحد مخيفه، ولا شيء رائع يساعد على الاسترخاء؟ شيء رائع يساعد على نسيان الهموم. مخيفة. طيب هل تعاني من النوم كثيرا، او دايما عندك رغبة في النوم كثيرا، ولا انت بتعاني من الارق؟ من النوم. لا انا اتنين. طيب لا، ايه الوقت اللي بتكون فيه في احسن حالاتك؟ فترة الصباح حتى الظهيرة، ولا ما بعد المغرب حتى المساء؟ امتى مودك بيبقى حلو بتبقى في احسن حالاتك؟ احسن حالاتي لو ما عندي شغل ولا ما عنديش شغل. ما اعرفش دي بصفه عامه. يومك احلى حته في يومك اللي هو من الصبح للظهر، ولا من المغرب للمساء؟ من المغرب للمساء. طيب السؤال صعب شويه بس يا ريت كلنا نجاوبه. كل اسئلتك صعبه. لو خيروك لانقاذ شخص واحد مع نفسك، مش محب ابنك ولا امك؟ صعب قوي. ما تقولوش الاثنين يا جماعه، لان وما حدش هيشوف ورقتك على فكره، حدش هيقول لك ايه ده انت فظيعه. انا مش عارف اختار، يا سؤال زي كده مش عارف اختار. دي مواجهه النفس، لا فيش حاجه اسمها كده. لا مش عارف. يوم ما هتتحطي في الاختيار حقيقي وهيقول لك انقذي واحد مع نفسك، هتلاقي نفسك كده في سؤال انا مش هجاوبه. ابنك او امك؟ لا احنا بنحلل الشخصيه يا سوسو. ابنك او امك؟ لو خيروك ما حدش هيبص في ورقتك والله. ايوه بس انا مش انا 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 رديت. لا انا رديت بس انا ما قلتش. يا ريت. مش وانا مش عايزه اعرف، وانا جاوبت على فكره من غير ما ارد، بس كنت عايزه اعرف نفسي. لا بس انا لو خيروك شخص واحد تنقذيه مع نفسك وتاخديه وتمشي وتنقذيه، هيكون ابنك ولا امك؟ يعني طيب واحد. لو خيروك ما بين وفاة زوجك او حبيبك للي ملوش زوج، ولا خيانته ليكي، يعني يتوفى ولا يخونك، يعني ايه اهون على اعصابك؟ خيانته لا يموت، وفاة زوجك واحد. لا خيانته لا يموت. طيب برضو سؤال مش هيبقى حبيبي بعد كده خيروك ده. حتى لو خيروك ان لا يحضر احد ابدا في مناسبه من الاثنين اللي انا هقولهم، جنازتك ولا زفافك؟ يا ساتر. يقول لك في حاجه هتلاقيها فاضيه حواليك ما حدش هيحضرها، زفافك تلاقيه فاضي ولا جنازتك؟ يعني سوري، جنازتك واحد وزفافك اتنين. تمام. هناك خبرين، خبر جيد وخبر سيء، تفضل الاستماع
لانهي الاول الجيد اولا ده واحد ولا السيء اولا يعني تحبي تحلي بايه؟ انا احب اخد السيء الاول وبعدين التاني. طيب لو خيروك بان انت تكون رئيس لشركه فاشله ولا موظف عادي خالص بشركه ناجحه؟ دي ده رقم اتنين؟ الاولاني تكون رئيس لشركه فاشله لا. ولا تكون موظف عادي خالص زيك زي غيرك لكن الشركه ناجحه؟ موظف عادي. طيب التواجد مع ناس لفترات طويله يشعرك بالسعاده والحياه ولا يشعرك بالارهاق؟ ارهاق. طيب خلينا نعد بقى يا جماعه كلنا اللي معانا. اعد قد ايه؟ اعدها ازاي؟ شوفي كام واحد واحد وكام واحد اتنين وعرفيني ارقامكم وانا هحسب لكم دلوقتي انت ايه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 1 12. طب ما انا عندي 12 واحد بس انا في سؤال ما جاوبتوش. وكام واحد؟ لا كم واحد؟ اتنين. واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة 13 اتنين سبعة يعني تمانية تسعة الاتنين اكتر. الاتنين اكتر. الاتنين اكتر بواحد. 12. اكيد يا سهير عندك حاجة غلط. طب هنقول الاول اتنين مفيدة طلعت الاتنين اكتر. الاتنين اكتر. وسهير هنعد تاني لان انتي سهير انتي في سؤال ما جاوبتيهوش رفضتي الاجابة عليه. فاحنا كان لازم نجاوب عشان يطلع النتيجة صح. واحد طيب اللي هتطلع له يا جماعة اللي اختاروا اتنين اكتر زي مفيدة خلينا نقول انا بواحد يعني انا 13 واحد رقم اتنين و12 واحد واحد. انا 11 اتنين يبقى ده ايه؟ يعني انتوا انت كام؟ انت ايه؟ 11 2. طيب هنشوف انا الاثنين عندي 13 عشان انت ما انا كنت حاسه مفيده ان هي واحد الى حد كبير يعني نتيجه التحليل بس انت فاجئتيني انت طلعتي رومانسيه يعني انت اللي جاوبتي انا ما حدش انا جاوبت منتهى الامانه انت قلتي ما تجاملوش. طيب مفيده واللي هيجاوبوا شكر وهنقول طبعا واحد لان في ناس كتير هيطلع لهم واحد يعني اختاروا اجابات مش بتاعتكم. شخص اتنين شخص لبق تؤثر في الناس بشكل ايجابي تعترف بأخطائك تعرف جيدا فن التعامل مع الناس كثير الشكوى لكنك في نفس الوقت مستمع جيد شخص ودود ومحب للخير ومعطاء تجيد المدح والإطراء والإشادة بالغير تتأثر بكلام الناس جدا وآرائهم فيك آراء الناس فيك بتهمك عندما تكتشف الأكاذيب والخداع لا يمكنك التعايش معاها وتلجئي للانسحاب. مش عارفة يا مفيدة انت جاوبتي حاجة غلط لان مش انت الشخصية. لا والله ده فيه كتير منها. قد يسخر منك البعض لحساسيتك المفرطة. والله حساسة بس ما ببنش. سهير كده لان انت ينطبق عليك اتنين يعني انت صح في الاتنين. قد تتعرض للاستغلال لطيبتك. انت ما حدش بيستغلك يا مفيده انت ولا طيبه اصلا تتعرضي للاستغلال. شفتي فنعيد المفيده انت محتاجه تجاوبي. طب والله العظيم انا رديت لدرجه ان انت لما اخترتي الجواب الصعب بتاع امك ولا ابنك اخترت امي انقذ امي. طيب نحب تحب العلاقات الثابته المستقره ومنتهى الامان وتفضل الشعور بالامان اهم شيء بالنسبه لك الحب تبالغ في احاسيسك ومشاعرك وقلقك وخوفك واخترت السرقه هو احمد فاروق. احيانا تشعر خلينا عشان الناس اللي طلعت النتيجه اتنين. طب على كل حال يعني ده ينطبق على اتنين اللي هلا بتقول اللي جاوبوا اللي طلع عندهم اتنين اكتر. احيانا تشعر بخوف غير مبرر وغير منطقي تجدي صعوبه في التخلص من الخوف والتوتر شكاك لا تثق بسهوله في الناس. طب ما دي صح. معرض للوساوس والأوهام أنت شخص خيالي أنت إنساني لأقصى درجة ومضحي وعطوف لا في تستطيع حاجات لا. لا في حاجات لا صح بس حاسه يا سهير انه بينطبق على سهير بودة بشكل يعني مش تتكلم عليا بس انا حاسه انها وسعت منها. لا تستطيع التمييز بسهوله بين الاشخاص الحقيقيين والمزيفين. لا استطيع انا مفيش حاجه بعملها غير اني استطيع. يبقى احنا مجازا هنقول مفيده واحد. احنا دلوقتي بنكمل الاثنين. تحكم على الامور بقلبك اكثر من عقلك تختار الاشخاص الخطا في اختياراتها. لا دي سهير بالظبط. بالرغم من شفافيتك وحسك العالي الا انك برضو بتقعي في الاشخاص الغلط. لكل اللي اختاروا رقم اتنين تنفر من الاشخاص الباردين لا تحب القسوه بانواعها انت تجيد الاهتمام بالاخرين جدا لا تجيد اعطاء الاوامر وبالرغم من حساسيتك وخوفك الا انك ذات شخصيه قويه ومحبوبه. يعني بتجمعي ما بين الشخصيه القويه والمحبوبه. تميل شويه الى النظره التشاؤميه للامور لا تتقبل الخطا في حقك بسهوله لا تقول ولا تفعل الا ما تؤمن به وتصدقه.
دول اللي بالظبط. فاحنا يعني دي حقيقه يعني انا رغم ان انا جاوبت اللي طلع لهم بقى يا جماعه واحد هتحسي نفسك فيه. ايوه انا قلت منتلا من اكتر من كده بقولها الملايين المشاهدين. انا مش تعامل الناس معاكي بتحدد اسلوبك. من يعاملك باحترام هيقابل بالاحترام. صح. انت شخصيه ذكيه ده رقم واحد. شخصيه ذكيه عقلانيه مثيره للجدل لذكائها. عندك صدق تتصرف على سجيتك ما يمليه عليه منطق عقلك. متسامح لا تعترف باخطائك بسهوله. الاخرين يتعاملون معك بحذر لانك بسهوله بتكتشفي التحايل والخداع ويصعب ان تمر الاكاذيب عليك. بالنسبه لهم قنبله موقوطه. عكس اتنين. اتنين بتعدي عليه الاكاذيب لكن انت الاكاذيب والخداع ما بيعدوش عليك. بتستطيعي ان تتعاملي مع الاكاذيب بمنتهى الذكاء لانك قويه الملاحظه جدا. عندك رغبه متزايده في معرفه المزيد. طموح. قد يراك البعض مغرور ومسيطر ومتسلط. كلهم قد يراك البعض كده. لا تؤمن بالاوهام. لا تحب ان تطلب مساعده من احد. طبيعك المستقل واحترامك لخصوصيتك يجعل الناس حذرين منك. لا يمكن لاحد التاثير عليك بسهوله ولا تغيري موقفك بسهوله الا اذا كان تغيير الموقف ده يحمل مصلحه لك. شخصيه قياديه نشيطه متحركه حماسيه واضحه جدا جريئه شجاعه. من يؤذيكي تؤذيه. من يحرجك بتحرجي. من يجرحك تجرحي وتجعليه يندم. وكل ذلك بطريقة ذكية جدا. لا تقعي في نفس الخطأ مرتين لكنك كثيرة وقوع في المشاكل لصراحتك المتناهية. توفي بالوعود كاتمة للأسرار مبادرة بالقول والرأي والقرار. تعطي الفرص أكثر من مرة. تثبتي وجودك. تعرفي متى تقولي لا. لا تقبل ولا تريدي يعني ما حدش بيجبرك على حاجه. بتعملي الحاجه اللي انت مقتنعه بيها. انا هرجع تاني لان انا اعتقد ان انا واحد وفعلا وانا يعني معتقده ان سهير اتنين جدا تمثل اختيار الاثنين. وهو قولوا لنا بقى يا جماعه خلينا بقى نقول لك اسئله سريعه. أوكي. احنا مختارينها مش هنقولها كلها بس هنقول اسئله سريعه. النبي والنبي مين يعني مين صاحب الرقم القياسي في الصمت والسكوت والغموض؟ ابراج الابراج اللي صاحبه الرقم القياسي في الصمت الساكتين العقرب. صمته الجدي صامت. دول اكتر اتنين العقرب والجدي. مين اكتر الابراج والحوت كمان صامت شويه. مين اكتر الابراج اللي ياخدوا الرقم القياسي في الرغي؟ الجوزاء. الجوزاء من غير ما افكر متكلمين وتوكتف كده وبيحبوا الرغي. والحمل. والحمل. ومين يحقق رقم الميزان بيرغي كتير. مين يحقق الرقم القياسي في الغطرسه؟ الاسد. عنده غطرسه. التور. طب مين اكتر الابراج اللي ياخد الرقم القياسي في العند التور والدماغ الناشفه؟ التور والجدي. التور والجدي عناديين جدا واديهم رقم قياسي جامد جدا. الطور والجدي في الدماغ الناشفه. مين اكتر ابراج عندها رقم قياسي في الحسد؟ المعرضين لحسد السرطان مخترقين طاقتهم مخترقه. والاسد والحمل محسود والحوت والعقرب. الثلاث ابراج المائيه معرضين للحسد ومعاهم الاسد والحمل. طب مين اكتر الابراج اللي ياخد رقم قياسي في الحنيه والطيبه والحنيه والطيبه؟ الحنيه والطيبه السرطان. حنيه وطيب. وحوت حنينين والدلو حنين طيب. مين اكتر ابراج تحقق الرقم القياسي في حب الفلوس؟ العذراء. يس اي دو. الجدي بيحب الفلوس. الحمل. الحمل بيحب الفلوس عشان الفلوس بالنسبه لهم وسيله. البس واخرج واعمل شوبينج. والعذراء كمان. والعذراء ما انا بقول لك وسيله بس لا على العذراء عنده حاجه تانية. تامين النفس عشان ما يتحوكش ويمد ايده لحد. لكن كرمت. الحمل بيحب يبعزق ويصرف. فالحمل غرضه من الفلوس حاجه والعذراء تامين المستقبل عدم الحوجه عدم المد الايد. مين من الابراج اللي تاخد الرقم القياسي في فن الاتقان في الكتمان؟ العذراء كتوم. الجدي. جدي ما تعرفيش عنه. العذراء اولا ما تعرفيش عن الاثنين دول ما تعرفيش عنهم غير اللي هم عايزين يعرفوا اللي بمزاجهم. وعشان كده العذراء نفسه ان فاكرنا هو العذراء والجدي والعقرب كتوم. العقرب غامض وكتوم.
العذراء كتوم جدا الجدي هيعرفك اللي هو عايز يقوله لك. بالظبط. مين يحقق الرقم القياسي في انفلات الاعصاب ساعه الغضب؟ الحمل. الحمل ابناء المريخ وابناء اصل الحمل ليه؟ الحمل ابن نار، مش ابن نار، سوري يا جماعه فهموها صح، ابناء ابراج الناريه وابناء المريخ كمان. تخيلي بقى المريخ والنار، فبيخلوا الحمل عصبي جدا. القوس تفلت اعصابه لا في ساعه العصبيه. الاسد لو ضغطتي عليه قوي هيطلع لك وش مش لطيف. يبقى القوس والحمل والاسد ساعه الغضب والجدي. من الابراج اللي ياخد الرقم القياسي في الخباثه؟ انت قبل كده قلت لي العذراء وقعدت اقول لك لا. انت طب شايفه طب انا بسالتك سؤال، مين اللي ياخد الرقم القياسي في الخباثه؟ سلطان؟ لا لا انا شفتك بتبص على سوري. لا هي بتبص عشان مش عارفه تقول لك ايه. مش عارفه تقول ايه؟ قولي. أقول؟ لا هم مش خبث، هم اذكياء بدرجه العقرب وبيعرفوا يتعاملوا مع كل انواع الخبث. العقرب خلاص مش خبث. ماشي بس عندهم نوع من الخباث، مش الخباث الشريره، الذكاء الشديد جدا. مش انا مش بتكلم على الخباث الشريره، انه خبيث. عايزه تقولي العذراء يعني؟ بص عشان كده بصيت البصه دي. ما تقولي مش عارفه تقولي ان هو العذراء. هم في ناس تانية عذراء مش انت يا مفيده. ايوه بصوا يا جماعه، ابناء عطارد اللي هم العذراء والجوزاء اذكياء لدرجه تخليهم يعرفوا خباسة. يتعاملوا مع الخبث، فقدرتهم انه يتعاملوا مع الخبث فبيتطبعوا. ما هو انا عايزه اتعامل مع خبيث. أيوه. فلازم اعمل ايه؟ اكون اتطبع بطبعه، اتخابس. اه فهو بيعرف يتخابس على الخبث. ايوه لكن هو مش بطبعه ومش مولود يعني خبيث. انت عايزه تقولي ان العذراء يجيد فن الخبث؟ ايوه ما هو ده مش غلط عشان العطارد بيديهم بيفكروا اوت اوف ذا بوكس. اوكي الدهاء. ماشي يا استاذه. الدهاء امير الدهاء. اقدر اقول عليهم كده. اسعدتينا ونورتينا. شكرا يا استاذ. الاسبوع الجاي بقى الميزان وكل سنه خلاص وهم طيب يومين بالظبط وهنقول لهم كل سنه وهم طيبين. ونقول للعذراء بقيه العذراء بقى كل سنه وهم طيبين. عليا حسونه وسهر سامي عليوه وفي ناس كتير قوي عذراء. كل ما اشوف اقول بنودع خلاص احنا شهر العذراء بنودعهم وشهرهم كده يعتبر يا مفيده فاضل لهم يومين ونبتدي بقى نحتفل باللي بعديه. والله هو شهر كان حلو الحمد لله بس ما كنا عايزين فلوس اكتر. على كل حال كل سنه وكل عذراء طيبين. والاسبوع اللي جاي بقى هنبقى في الميزان. والاسبوع اللي جاي يوم السبت ان شاء الله اسبوع جديد ونشوفكم على خير. مفيده ميرسي جدا يا هاله، دايما دايما بتضيف لنا في اليوم ده. بشكرك ميرسي. تحياتي لحضراتكم، بنحبكم ونشوفكم بدايه الاسبوع الجديد واجازه سعيده ان شاء الله وايام حلوه. السبت 6 يا نهار.